مساء الخير، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من مصر، وإحنا على بعد أيام قليلة من شهر رمضان. كل عام وحضراتكم بخير. يعني الأنظار كلها بتتجه إلى الإجراءات والاستعدادات اللي الحكومة بتقوم بيها، والحقيقة هنا الإجراءات والاستعدادات هي كتير جدا. نلاقي لجنة عليا لإدارة الأزمة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية وتوفرها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على العالم، وبنلاقي لجنة برضو أخرى معنية بإدارة أزمة كورونا برضو بتجتمع. يعني الحقيقة التحديات مش قليلة والصعوبات ما هياش أبدا هينة. أزمتين كبيرتين، واحدة جائحة وتأثيراتها وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والتانية أزمة اقتصادية كبرى بتطال العالم في هذه الأسابيع، في الأسبوع الخامس ليها دلوقتي. فبرضو إجراءات الحقيقة بتؤخذ من الحكومة ومن اللجان المعنية اللي مشكلة في الحكومة المصرية، ولكن أتوقف هنا مع اللجنة المعنية بإدارة أزمة جائحة كورونا. النهاردة كان في اجتماع مهم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم الحقيقة إقرار عدد كده من الخطوات الجديدة، والحمد لله واضح ان احنا قطعنا شوط مطمئن جدا جدا في مواجهة فيروس كورونا. حتى وفقا للإحصاءات 76.5 مليون جرعة من اللقاحات المتنوعة حتى الآن المواطنين أخذوها، يعني حوالي 32 مليون شخص، ولسه عندنا 66 مليون جرعة كمان فاضلين، فالرقم كمان يصل فيهم لحوالي 40 مليون. فالحمد لله واضح ان في أريحية في التعاون مع هذا الأمر وفي طمأنينة. فالحقيقة تم الموافقة والسماح بأمور كتير جدا، منها إقامة الموائد خلال شهر رمضان، كمان فكرة صلاة التراويح في المساجد الكبرى زي ما حضراتكم طبعا عارفين مدة النص ساعة، الدروس اللي هي بعد أو أثناء التراويح أو في درس العصر، الاحتفالات في دور المناسبات اللي موجودة الملحقة بالمساجد أو حتى في الفنادق، إجراءات حتى فيما يتعلق بالمقاهي والمحل التجارية، عشان طبعا يعني مطلوب برضو مراعاة الحالة الاقتصادية وان الامور تمشي. برحب بيه سعادة السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. سعادة السفير مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء الخير استاذ عمرو، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. الحقيقة مش عارف لجنة ادارة ازمة كورونا ولجنة ادارة ازمة السلع الغذائية بعد الازمة الاوكرانية، كان الله في العون الحقيقة في اللجنتين يعني. بالظبط، واللجنة الثانية هتنعقد بكرة ان شاء الله. ما احنا منتظرينها ومنتظرين برضو ما سينتج منها يعني. ان شاء الله، وبس الحمد لله، يعني زي ما اجتازنا بشكل كبير جائحه كورونا بنجاح، هتستطيع اللجنه الاخرى المعنيه باثار الازمه الروسيه الاوكرانيه ان شاء الله انها يعني تقودنا للاتجاه الصحيح، سواء فيما يخص الاجراءات اللي بنتخذها كحكومه للتخفيف من اثار الازمه على الاسعار وعلى المواطن، او الاجراءات الاخرى على المستوى الاقتصادي. لكن خلينا النهارده في فيما يخص اللجنه الاولى الخاصه بازمه كورونا. الحمد لله اللجنه بتتخذ اليوم قرار، ثلاث قرارات يعني لم يتخذوا منذ سنتين، يعني ثلاث حاجات بقى لهم سنتين منذ بدء الجائحه محظورين تم السماح بهم النهارده. الحاجه الاولى موائد الرحمن اللي هي ما كانش مسموح بها على مدار الأعوام السابقة منذ بدء الجائحة. الحاجة الثانية إقامة الأفراح في القاعات المغلقة، سواء القاعات الملحقة أو داخل الفنادق أو القاعات المستقلة التي تتبع المحليات أو إشرافها يعني تبع المحليات. والقرار الثالث الخاص بالقاعات الملحقة بالمساجد، يعني دور المناسبات الملحقة بالمساجد اللي هي برضو مغلقة منذ عامين، مغلقة سواء فيما يخص العزاءات تلقي العزاء أو مغلقة فيما يخص المناسبات الاحتفالية الأخرى، إن شاء الله هيتم السماح بفتحها مرة أخرى اعتبارا من 1/4. القرارات دي ما كانش ممكن نتخذها لولا أن الوضع الوبائي الحالي الحمد لله وضع مطمئن جدا بسبب التوسع في تلقي اللقاحات وتوسعنا نحن كحكومة في الفئات المستهدفة. احنا من الدول اللي يعني بتعطي اللقاحات اعتبارا من سن 12 سنة، ووصلنا لأعداد كبيرة جدا من التغطية، دي مكنتنا من السيطرة على الوضع الوبائي، والحمد لله نحن الآن نقف على أرض صلبة عندما نتخذ مثل هذه القرارات هي استجابة لتحسن الوضع الوبائي.
ممكن حد يقول طيب بما ان الحمد لله الامور مستقره بهذا الشكل، ليه ما نرفعش القيود الاحترازيه فيما يتعلق بكورونا اسوه بدول تانية رفعت هذه الاجراءات، ويعني نخلي الامور بقى عاديه بقى في المطلق يعني. لسببين، السبب الاول ان الكورونا والفيروس لا زال موجود ولم ينتهي ولم يزول، يعني تراجع نعم لكنه لم ينتهي بشكل مطلق. السبب الثاني ان حتى الدول، واحنا شهدنا ذلك، في دول اتخذت هذه الاجراءات وادركت بعد ذلك انها كانت اجراءات متسارعه، اعني ازاله كل القيود بشكل مطلق. لا تستطيع الان وانت لا تزال تواجه فيروس مثل الكورونا يظهر ويختفي، يخبو ويقوى في اوقات مختلفه، لا تستطيع ان تاتي وتقول مثلا مش هنلبس الكمامه في الاماكن المغلقه او هنلغي اللقاحات تصبح اختياريه لبعض الفئات، يعني لم تصل لهذه المرحله من الثقه ان يعني من ناحيه الوضع الوبائي ان انت تلغي الاجراءات الاحترازيه بشكل مطلق، والا سنندم في المستقبل. يجب ان تظل الكمامه اجباريه خاصه في وسائل المواصلات، احنا في شهر رمضان وسائل المواصلات العامه زي المترو والاتوبيس والاتوبيسات والقطارات بتشهد ازدحام بشكل كبير جدا خلال هذا الشهر. فالكمامه يعني اكثر لزوما خلال شهر رمضان في وسائل المواصلات العامه. فده الرد لماذا لم نزل القيود بشكل تام. طيب سعادة السفير، انا طبعا يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت بكره هيكون في اجتماع للجنه اداره الازمه الخاصه بتوافر السلع الاستراتيجيه في ظل الازمه الروسيه الاوكرانيه، ولكن مش هسال اطلاقا اكيد عن تفاصيل، ولكن الى اي مدى الحكومه تستشعر بنتيجه الاجراءات اللي تم اتخاذها من مجلس الوزراء في الاسابيع اللي فاتت او الاسبوعين اللي فاتوا تحديدا فيما يتعلق بضبط السوق؟ يعني اعتقد ان الاجراءات اللي اتخذتها الحكومه اسهمت بشكل كبير جدا، وبدات تؤتي مردودها على الارض من خلال المنافذ اللي وفرتها الحكومه، اكثر من 8000 منفذ ثابت ومتحرك توفر السلع باسعار ما قبل الازمه. يعني لما المواطن يستطيع ان يذهب الى اي منفذ من هذه المنافذ ال 8000 على مستوى الجمهوريه ويحصل على كيلو الارز او كيلو الزيت او لتر الزيت او كيلو السكر او اي من السلع المهمه بالنسبه له، السلع الاساسيه، بنفس الاسعار التي كان يشتري بها قبل الازمه الروسيه الاوكرانيه، اعتقد ده في حد ذاته انجاز. طبعا المواطن يعني يريد المزيد، يريد ان حتى الاسعار في السلاسل التجاريه الشهيره اللي هو اعتاد ان هو يذهب ويشتري منها، او في البقاله او المحال التجاريه القريبه من بيته، ان تصل الاسعار ايضا لهذا المستوى. طبعا ده صعب في هذه المرحله ان احنا يعني نطلب ذلك من هذه السلاسل، لان ليس هناك تسعيره جبريه وقوى العرض والطلب هي التي تحدد السعر، لكن انت كحكومه تستطيع ان توفر البديل الملائم والمناسب للمواطن. صحيح. ورويدا رويدا مع المزيد يعني مع الوقت السلاسل التجاريه ستتجه تدريجيا لتعديل اسعارها عندما تجد ان المواطن لديه بديل مناسب بسعر اقل منها. وايضا المرحله دي هنوصل لها مع يعني بدايه ايجاد حل للازمه الروسيه الاوكرانيه، مع يعني زوال هذه الازمه التي ضربت العالم وتؤثر عليه جميعا، عندما تزول هذه الظروف المؤقته في النهايه هي ظروف مؤقته. طيب استاذ سفير، هل اتفضل العالمية يعني هتبدا في الهدوء؟ طبعا طبعا، كان في تصريح مهم لصدر رئيس مجلس الوزراء من ايام بانه هيكون او في تفكير او دراسه وطلب حتى دراسه من الحكومه والوزراء المعنيين بان فكره مد المعارض حتى ربما قد تكون زي اهل رمضان تمتد الى ما هو ابعد من الشهر الفضيل حتى يزول هذا الطارئ العارض زي ما حضرتك وصفته يعني. هل بالفعل يعني احنا قريبين من قرار زي ده؟ لان ده هيمثل انفراج الاسر كتير الحقيقه. نحن قريبين جدا، واعتقد ان هذه المعارض الان هناك اتفاق بين كل المنظمين، سواء المعارض التابعه لوزاره التموين او التابعه لجهاز الخدمه المشروعات الوطنيه التابعه للقوات المسلحه او لوزاره الداخليه، هناك اتفاق على استمرار هذه المعارض لفتره اضافيه حتى بعد انتهاء شهر رمضان، علشان نعطي المواطن طمانينه ان كل السلع التي يحتاجها لن تقتصر فقط على شهر رمضان، لكن هتكون موجودة بالأسعار المناسبة الملائمة لظروفه المعيشية،
حتى بعد انتهاء شهر رمضان. وده جزء من السياسات او القرارات الحكوميه اللي تم اتخاذها. في قرار اخر طبعا يتعلق بتبكير موعد صرف العلاوات للموظفين 3 اشهر بدل ما كانت هتتصرف اعتبارا من 1/7، لا اعتبارا من 1/4 ان شاء الله هيبتدي صرف العلاوات الاضافيه. وهتعرفنا ان التكلفه بتاعت التبكير 3 شهور دي 8 مليار. ده 8 مليار للموظفين، ده غير ال 8 مليار او اكتر من 8 مليار بقليل للمعاشات. يعني المعاشات تقريبا تكلفه زيادتها او تكلفه تبكيرها حوالي 9.5 مليار. وال 8 مليار زي ما حضرتك ذكرت الخاصه بتبكير الثلاث شهور للموظفين، يعني بنتكلم في اجمالا ما يفوق 17 مليار جنيه، مش دولار، 17 مليار جنيه لتكلفه تبكير 3 اشهر فقط. وهذه تكلفه طبعا كبيره على الحكومه وعلى الميزانيه، لكنها تعتبر اقل القليل الذي تستطيع الحكومه ان تقدمه لموظفيها والمواطن علشان نساعده في هذه الظروف غير المسبوقه. يعني هذه الظروف التي يمر بها العالم، يعني من النادر ان تجد ظرف عالمي تتضافر فيه كل العوامل السلبيه لما تتضافر هذه العوامل الان. يعني موجه تضخم عالميه اتت بعد كورونا ثم زادت بسبب الازمه، ارتفاع اسعار النفط والطاقه، قله في المعروض من الحبوب والسلع الرئيسيه عالميا. فكل هذه الظروف طبعا بتضع ضغوط كبيره جدا علينا كحكومه اولا ثم على المواطن، لكن بنحاول قدر الامكان ان احنا نخفف من عبء هذه الظروف على المواطن. أنا شاكر جدا وجود حضرتك معنا سعادة السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا لحضرتك. ودي أخبار مهمة جدا إن بالفعل يعني إن شاء الله في اتفاق ما بين كل أطراف الحكومة والجهات الأخرى سواء التموين أو القوات المسلحة وشكل الوطنية وأيضا وزارة الداخلية ومنافذها، إن شاء الله هيتم استمرار هذه المنافذ بإذن الله لما هو أبعد من شهر رمضان، زي ما كان بالفعل من أيام كان في إشارة ودراسة من دكتور مصطفى مدبولي إن بالفعل هذا الأمر يدرس في مجلس الوزراء. فده خبر الحقيقة مهم جدا. برحب بدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. دكتور هشام أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ عمرو وبكل الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بخير، يعني ارجو حضرتك بقى تقول لنا هذه القواعد بقى الجديده والبحبوحه اللي حصلت النهارده يعني فيما يتعلق بالاجراءات الاحترازيه في المساجد. في البدايه بقول لكل مصري وكل المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وكل الناس والعالم كله يا رب دايما بخير وبسعاده وهنا بمناسبه استقبال شهر رمضان المعظم. بقول لحضرتك البشاير ظهر في هذا في هذه الايام المباركه مع استقبال هذا الشهر العظيم. يمكن احنا قلنا ان صلاه التراويح ان شاء الله باذن الله ستقام هذا العام بنفس الضوابط بتاع العام الماضي، لكن البشاير السنه دي بتقول ان ان شاء الله باذن الله هيكون في درس في صلاه العصر، وان شاء الله هيكون في خاطره في صلاه التراويح. والباشرة الأخرى للسيدات الفضليات إن شاء الله بإذن الله مصلى السيدات سيكون مفتوح بإذن الله بإشراف واعظة أو معلمة أو أي أخت فضلة هتكون هي مسؤولة عن هذا المكان. عشان خاطر حضرتك عارف إحنا ما زلنا بنقول أن لابد من المحافظة على التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط التي أقرها أهل الشأن في ذلك. احنا محتاجين من خلال برنامج حضرتك ومن خلال الساده المستمعين عايزين ناكد، ودايما بنقول ان الراي الدين في هذا الامر، يعني ما ينفعش نقول دلوقتي ما في ناس كتير فتحت او مثلا ما نفتح ونصلي توكلوا على الله ما فيش مشكله. لا، عايزين نقول ان الراي الديني والفتوى الدينيه في هذا الامر المتعلقه بالطب هي تتبع راي الطب، يعني ما ينفعش الشيخ هو اللي يفتي فيها، الدكتور هو اللي يفتي فيها ويتكلم ويقول رايه، لان ربنا قال اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فما دام اهل الطب قالوا احنا لابد من المحافظه والالتزام والتباعد لان الامر فيروس كورونا لم ينتهي بعد. مظبوط. فلا بد من الحفاظ بهذه الامور، فاحنا برضه صلاه التراويح ستقام في المساجد بنفس الضوابط والاحترازات والكمامه والنظافه. طيب بعض المساجد عشان اكون برضه صادق مع حضرتك، كنا بنلاقي مثلا السنه اللي فاتت نلاقي ان امام المسجد يعني والله شبه ان هو بيتوسل الناس لو سمحتوا البسوا الكمامه، لو سمحتوا البسوا الكمامه، عايزين نحافظ على الصلاه، مش عايزين اي اجراءات، ولكن بتلاقي بعض الناس يعني بتصر ان هي لا ترتدي الكمامة اثناء التواجد في المسجد. حتى في ناس ممكن في الساحة الخارجية ماشي فرضا يعني، ولكن في الداخل بتلاقي في صعوبة في ده.
الدور اللي هتقوم بيه الاوقاف في التوعيه ايه، وفكره توفير حتى الكمامات للي معهوش مثلا كمامه؟ ايوه، ما احنا عشان كده عملنا، واحنا تم توزيع كمامات واصبح موجود في المسجد الان الكمامات موجوده. يعني هو لو داخل مش مصلي ممكن يقول لك طب انا نسيت الكمامه في البيت، او معيش كمامه، او مش لابس كمامه، اقول له اتفضل حضرتك ده زي السنه اللي فاتت برضه هيتم توزيع كمامات يعني. ان شاء الله باذن الله، ودوائر التعقيم والنظافه، وتم تشكيل غرفه عمليات برئاسه قطاع الدين والساده مدير المديريات ان شاء الله باذن الله علشان النظافه. وان شاء الله باذن الله بعد بكره يوم الثلاث في اجتماع مع الوزير الاستاذ الدكتور محمد رفاعي جمعه وزير الاوقاف، عامل اجتماع بالساده مدير المديريات على مستوى الجمهوريه في المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه عشان ترتيب وتنظيم العمليه الدعويه في شهر رمضان الكريم. وعايز اقول لك يعني الناحيه الدعويه، يعني في توعيه دعويه في المساجد من ناحيه الدرس ومن ناحيه التراويح، ولكن في اكثر من 20 برنامج دعوي سيبث عبر القنوات. في برنامج رؤيه لمعالي الوزير، وفي ملتقى الفكر الاسلامي، ده في مجموعه عظيمه من الشباب، وفي سهره رمضانيه، وفي مسابقات رمضانيه بالتعاون مع اذاعه القران الكريم والتعاون مع صحيفه الجمهوريه، وفي بقى العمليه التكافليه المجتمعيه اللي وزارة الأوقاف دايما وأبدا بتعمل عليها. أصبحنا الآن تجهيز نص، أصبح النهاردة إحنا بنجهز أكتر من 2000 طن مواد غذائية علشان خاطر المساعدة الفقراء في هذا الأمر. طب كويس حضرتك فكرتني بالجزئيه دي، لان في ناس بتسال على الصكوك تبع الاوقاف، هل دي موجوده في يعني في مساجد معينه، ولا موجوده في كل المساجد يقدر اي واحد عايز يشتري صك ويقدر ان هو يديه لحد مثلا جار او حد معاه او حاجه محتاج لده؟ فده موجود في كل المساجد ولا في مساجد معينه؟ اقول لحضرتك بس احنا مجهزين نص مليون شنطه، عندنا 2000 طن سلع غذائيه و500 طن لحوم. اللحوم احنا يعني بفضل الله لما ربنا وفقنا في صكوك الاضاحي الحمد لله تم اطلاق مبادره صكوك الاطعام، وده عباره عن صك ب 300 جنيه فقط، ينفع كفاره وينفع نذر وينفع اطعام وينفع بديل لحد مش هيقدر مثلا يعمل مائده الرحمن، ينفع بديل لمائده الرحمن. وده متاح في كل المساجد، في اغلب المساجد على مستوى الجمهوريه موجود هذا الصك ب 300 جنيه، ويمكن احنا من خلال يعني 15 يوم لمينا اكثر من 3 مليون جنيه، وهذا يدل على كرم وتكامل والمواساه. وفعلا في ناس بتسال على صكوك الاوقاف، بتسال فعلا يعني جدا، فموفقين يعني ان شاء الله، وربنا يكرمكم ويجازيكم خير على الدور برضو المهم ده الحقيقه. شكرا جزيلا دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف. والنهارده الرئيس وجه ان يكون في تنسيق ما بين كل الجهات المعنيه بالدوله عشان يكون في ضمان لتوفير كل واي سلعه غذائيه في الاسواق، وتوفير وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية في مصر. كمان كان في تكليف مهم بأن يكون في متابعة دورية ومستمرة لموقف الأرصدة والتعقدات من السلع التموينية، وتكفي قد إيه، وأن تزيد هذه المدة الاحتياطية من هذه السلع. كمان ضبط السوق وتجديد الرقابة على منافذ البيع، وبالتالي يلبي احتياجات كل المواطنين من هذه السلع، وبأسعار تكون كويسة يعني مع اقتراب شهر رمضان. كل عام وحضراتكم بخير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة للخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلي. وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لضمان توفر السلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها، وكذا تعزيز جهود ضبط الأسواق وتجديد الرقابة على منافذ البيع، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع بالكميات والأسعار المناسبة، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم. وقد تم في هذا الإطار عرض أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية،
مع التأكيد على التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي. عايز أقول لحضراتكم أن في خلال 24 ساعة يعني وفقا لبيان وزارة الداخلية اللي احنا بشكل شخصي بحقيقة بكون حريص أن أنا أبص عليه كل يوم، لأن بيبين وبيأكد على فكرة أن في متابعة يومية ومستمرة للسوق، سواء كان في تلاعب في أسعار بيع بأغلى من التسريعة، سواء حجب السلع. فمثلا تخيلوا في خلال يوم 24 ساعة بس، النهاردة بنتكلم في 94 قضية تموين، اللي تم ضبطه حوالي 135 طن من المواد الغذائية. في ناس كانت حاجبة برضو بعض السلع، بنلاقي ما يقرب مثلا من 8 طن سلع مختلفة في مجالات مختلفة أو سلع يعني متنوعة. بنلاقي مثلا البيع بأكتر من السعر 72 طن كان بيتباع بأكتر من سعره، في حين دايما بنأكد برضو وفقا لجهاز حماية المستهلك، عايز أقول لحضراتكم العقوبة بتصل في البيع بأكتر من السعر في القضية الواحدة، العقوبة المادية والغرامة أكتر من 2 مليون جنيه. فتخيلوا بقى حضراتكم يعني شيء الحقيقة للي برضو مستمر في هذا الأمر وبيبيع السلعة بأكتر من ثمنها. بمناسبة يعني فكرة الحملات دي، كان انتشر شائعة من هنا كده ولا من هناك بتقول ان البضائع او السلع اللي بيتم ضبطها في الحملات اليومية اللي بتقوم بيها الداخلية، شائعة بتقول ان دي بتنزل بتتباع في منافذ امان اللي تابعة لوزارة الداخلية. المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع الداخلية قال لهم على هذه الشائعة، الداخلية نفت تماما صحة هذا الامر، وان البضائع اللي بيتم او السلع اللي بيتم ضبطها في مخالفات التموين لا تباع داخل منافذ امان. الوزارة قالت ان منافذ امان التابعة ليها بتحصل على هذه السلع الغذائية من شركات الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تابعة للقوات المسلحة دون طرح اي سلع من المضبوطات التموينية للبيع، وبيتم التحفظ على كافة المضبوطات اللي في الحملات دي في القضايا دي لحين صدور قرار بشأنها من النيابة العامة اللي بتكلف بفحص كميات هذه السلع، مدى صلاحيتها او عدم صلاحيتها، الغير صالح بيتم اعدامه والصالح منها وفقا للنيابة العامة بيتم تحويلها الى التموين، والتموين هي اللي بتطرحها في الاسواق، ولكن وزارة الداخلية بعيدة تماما عن هذا الامر. امبارح كنا بنتكلم مع حضراتكم على فكرة اسباب غلاء بعض السلع، منها كماليات منها رفاهيات. يعني امبارح كنا بنتكلم مثلا على المحمول، ليه اسعار المحمول في بعض الانواع يعني اللي زاد 5000 جنيه، اللي زاد 4000، اللي زاد اقل من كده بشويه. وكنا اتكلمنا مع الغرفة التجارية واحد مسؤول الغرفة التجارية للمحمول، يعني فكان وجهة النظر برضو تاني اللي ما شافش حلقة امبارح، ان والله التاجر بيشتري البضاعة دي ب 10000 جنيه فرضا، يعني ب 100000 جنيه، فالنهاردة البضاعة دي غريت بعد ب 130000 جنيه. الفرق ده هو مش هيدفعه من راس ماله، بلغة السوق من لحمه الحي، فهو بيبيعه وفقا للسعر الجديد، هي كده ايه حسبة عند التجار، فبالتالي اللي موجود عنده في المخزن بيبيعه بالسعر الجديد. فده يعني التجار هم بيقولوا ان هو ده الوضع، وهي دي آليات السوق، وهو ده البيع والمكسب والخسارة بالنسبة للمستوردين. انما المحلات اللي موجودة هو موزع بتاع تجزئة، انما الاساس كله في القصة دايما هو المستورد. المستورد انا ما بتعاملش معاه بشكل مباشر، انا بتعامل في النهاية مع بتاع التجزئة بتاع محل الموبايلات، وإنما المستورد الكبير هو اللي بيحط هذه الآلية وبيفرض هذا السعر سواء على التاجر أو علي أنا كعميل. هنتكلم على العربيات. العربيات في بعض العربيات ويعني حاجة الحقيقة رغم الوقت، يعني في اليوم اللي تم فيه إعلان إن تثبيت السعر الجمركي عن 16 جنيه ما تغيرش، ما زادش، ما حصلش حاجة، ولكن في بعض الشركات في نفس اللحظة والتو زودت الأسعار، البرايس ليست بتاعتها أو قائمة الأسعار بتاعتها حطت 20-30، البعض زود 50، وفي بعض الماركات مش هنقول يعني زودوا ب 200000 جنيه أو 100 وشوية، بلاش 200 يعني فرضا يعني.
الحقيقة برضو هنا علامة استفهام، إيه السبب؟ ما هي العربيات دي لسه موجودة عندكم، وبنشوف مخازن عربيات فيها العربيات متكومة كده جنب بعضها وعليها التراب، ما هي موجودة، غليتوا سعرها ليه؟ نفهم القصة إيه أصلها إيه وفصلها إيه. برحب بالأستاذ خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات. أستاذ خالد مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا يا عم بيه. الله يسلم حضرتك، كل عام وحضرتك بخير. هنشوف القصة وعايز أعرف من حضرتك السبب، ولكن حاولنا إن إحنا نجمل القصة في تقرير كده صغير، أرجو حضرتك تستمع لوجهة النظر اللي إحنا طرحناها في التقرير وهترك لحضرتك التعقيب، أرجوك. هي صدمة الإنتاج، الأزمة الروسية الأوكرانية تفرمل سوق السيارات وإنتاجها وتقوم بتعطيلها عالمياً. هناك توقعات تشير لتراجع الإنتاج بحوالي 5 ملايين سيارة حتى نهاية 2023، ليهبط في 2022 من توقعات 1,282,000 سيارة إلى 81,600,000 سيارة. كذلك في 2023 من 90,700,000 سيارة إلى 88.5 مليون. ما الذي حدث بعد الحرب؟ خطوط إمدادات النفط والمواد الخام متعثرة في روسيا، 7 شركات علقت الإنتاج. روسيا أيضا من أكبر 5 دول إنتاجا للبلاديوم التي تنتج وحدها 40% من الإنتاج العالمي سنويا، بما يتجاوز 81 طنا متريا. 85% من إنتاجه يذهب لصناعة السيارات، منعت موسكو تصديره ردا على العقوبات. أما أوكرانيا فأوقفت شركتين لإنتاج غاز النيون توفران من 45% إلى 54% من إنتاج غاز النيون عالميا واللازم لأجهزة الليزر، بالإضافة للتحركات العالمية التي شهدها سعر الدولار وعدد من العملات الأخرى ومنها الجنيه المصري. فكيف تنجو صناعة السيارات من متاهة الحرب؟ وهل تعود فرامل أسعار وإنتاج السيارات للعودة للوراء كما كانت قبل الأزمة الروسية الأوكرانية؟ أم أن صدمتها ستكون صدمة وتستمر في أزمتها؟ من مصر محمد عبد العال. طيب أستاذ خالد، هل الأزمة الروسية الأوكرانية اللي في أسبوعها الخامس هي السبب المباشر لهذا الارتفاع المفاجئ في أسعار السيارات؟ بص طبعا هقول لحضرتك على حاجه، هو طبعا الحرب الاوكرانيه الروسيه هي تاثرت تاثير كبير جدا جدا طبعا على الوضع اللي احنا فيه حاليا دلوقتي، لان انت عارف حضرتك ان احنا مرتبطين بالسياحه الروسيه والسياحه الاوكرانيه ومرتبطين بالدخول التي بتتم عن طريق السياحه. فطبعا التاثير اللي حصل ده ومنع حضور السياحه الى مصر وعدم تحويل المبالغ التي كان يتم تحويلها الى مصر من العملات الاجنبيه دي اثرت تاثير كبير جدا على توافر العمله. وكما حضرتك تعرف ان طبعا احنا عندنا مشكلتنا ان احنا تعاملاتنا في السياره بتتعامل على سعر العمله، لان هي العمله هي العامل الاساسي وهي اللي تدير عمليه التسعير، لان احنا بنستورد العربيه بالعمله، بنشحن بالعمله، بنجمرك على سعر السياره زائد الشحن بالعمله، فبالتالي هي العمله هي العامل الاساسي في تسعير السياره. فشيء طبيعي ان احنا طبعا بعد تاثير الحرب واللي حصل في الوضع على مستوى العالم أثر تأثير كبير جدا على سعر السيارات في مصر وفي العالم كله. طيب ده أكيد ما فيش فيه أدنى شك أستاذ خالد، ولكن قد يكون مقبول بالنسبة للباتشز أو الدفعات اللي هتيجي مصر لسه، ولكن بالنسبة للدفعات أو الستوك الموجود عند المستوردين يعني الكبار أو الموزعين الكبار، تفسير غلاء الأسعار الخاصة بالعربيات اللي موجودة على أرض مصر إيه؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، طبعا احنا لازم نبقى برضك واضحين في كل الردود على هذه الاسئله. طبعا اذا كنا بنتكلم على عربيه واقفه في المعرض او في عند الوكيل او عند الموزع، لا طبعا مش معقول ان احنا نزود اي اسعار على سعر السياره. طب امال زادت ليه يا فندم؟ على الاسعار اللي وشركات كبيره يعني شركات كبيره في شركات كبيره ومش هذكر اسماء، واكيد حضرتك شفت قائمه الاسعار بتاعتها العربيه قبل وبعد، في عربيات زايده بال 50,000 جنيه وهي مش كده، وهي عربيات بالمناسبه او ماركات بتخاطب الفئه المتوسطه، ما بنتكلمش يعني على الحاجات الكبيره قوي يعني.
فتفسير ده ايه؟ احنا انا مع حضرتك في اللي انت بتقوله ده كله طبعا، بس احنا مش احنا مشكلتنا برضك حضرتك عم بيه برضك خلينا واضح ان احنا ما كان عندنا عدم توافر المنتج، يعني احنا كان دايما عندنا ما فيش عربيه موجوده على الارض، وكان دايما العميل بيدور عليها مش موجوده، وكان عشان كده كان بيقبل الاوفر برايس عشان خاطر العربيه مش موجوده. فالنهارده خلينا نعترف برضك ان الاسعار اللي تم الاعلان عنها هي اسعار للعربيات اللي هتيجي، لان لسه لم تصل الى مصر، لكن العربيات الموجوده في مصر شيء طبيعي ان العميل ملزم ان هو يشتريها بالسعر. بس هم رفعوا يا فندم، رفعوا بالسعر الجديد من دلوقتي، رفعوا بالسعر الجديد من دلوقتي بالنسبه حتى للستوك الموجود. انا مع حضرتك، هو ده بيدور، هو حضرتك دلوقتي هو بيسعر دلوقتي على العربيات، هو مش مقبول بالفعل ان اي عربيه موجوده على ارض الواقع ان يتم زياده سعرها، ولكن هي الزياده اللي تم طرحها او تم الاعلان عنها هي للسيارات اللي تم هيتم الوصول ليها مرحله مستقبليه، لان احنا النهارده احنا بطبيعه الحال حضرتك كلنا معترفين ان المنتج نفسه مش موجود، احنا كل يعني ما فيش عربيات يا فندم زيرو خالص مش موجود. يعني يا فندم ما فيش عربيات زيرو خالص في مصر، مش معقوله يعني. لا في جزء منها يعني تجميع مصري موجوده يعني. عند الوكيل عند الوكيل. انا بقول لحضرتك لا في عربيات موجوده، احنا ما بنقولش ان ما فيش. طيب موجوده عند، في بعضها موجوده عند الوكيل، في بعضها موجوده عند الموزع، في بعضها موجوده عند التاجر، في بعضها موجود عند بعض المعارض الصغيره. خلينا نعترف ان برضك احنا كنا قبل ازمه التسعير كان عندنا مشكله توفر السلعه، فاحنا عشان كده كان دايما ليه العميل كان بيقبل ان يدفع اوفر برايس. ما هو برضك لازم نوضح ان ليه العميل كان بيقبل يدفع اوفر برايس، عشان ما كانش موجود المنتج. فلما حصل تعديل السعر الدولار هو تم الاعلان عن الاسعار اللي هتم طرحها للسيارات اللي هتيجي، وده خلي بال حضرتك برضك مش معنى كده ده اعتراف مني ان انا بقول احنا لازم الاسعار تزيد. لا انا بقول الاسعار لازم لو هتزيد هتزيد على السيارات اللي مش محجوزه او اللي لم تصل الى مصر. طيب. لكن السيارات اللي تم اللي موجوده في مصر او تم تحديث سعرها او شحنها لا يجوز ان احنا نزود سعرها. طيب يا استاذ خالد، مثلا هب ان في عمرو خليل ده عنده توكيل، فالسيارات دي سحبها من المعارض بتاعته الموجوده في الشوارع وراح موديها المخزن ومستنيين احجز بالسعر الجديد هنجيب بعد شهر التسليم، ولكن بالفعل السيارات موجودة في المخازن الخاصة بالتوكيلات، ففي الحالة دي وفقا لقانون حماية المستهلك البيع بأكتر من السعر الرسمي قد يصل إلى غرامة 2 مليون جنيه، ولكن هل ده لا يسري على السيارات، على تجارة السيارات؟ لا يا فندم، يسري طبعا على تجارة السيارات، لأن احنا كنا في اجتماع في جهاز حمايه المستهلك وتم التنبيه ان برضك كل اللي حضرتك بتقوله ده ان السيارات اللي موجوده على ارض الواقع واللي تم وصولها الى مصر في خلال الفتره الماضيه هيتم الالتزام بها بالسعر المعلن والتي تم حجز بها سياره للعميل، يعني العميل اللي يملك ايصال ومثبوت فيه قيمه السياره الشركه ملزمه بتسليم السياره للعميل بالسعر اللي تم الاتفاق عليه. اما السيارات التي لم تصل الى مصر والتي لم يتم تحديث سعرها هنا يستطيع الوكيل ان يتفق بالاتفاق مع العميل على سعر السياره اللي يتم البيع ليه في الفترات المستقبليه، لكن السياره اللي موجوده او وصلت الى مصر والعميل موجود معاه ايصال مظبوط فيه سعر السياره ومظبوط فيه المقدم المدفوع، الشركه ملزمه بتسليم السياره بالسعر اللي تم الاتفاق عليه. طب الى اي مدى تمام من عظيم الى اي مدى في اجماع ما بين المصنعين والمستوردين والتجار على فكره ان كل العربيات الزيرو اللي موجوده على ارض مصر دلوقتي واللي دخلت قبل القرارات الاقتصاديه يتم الالتزام بتسعيرها، الى اي مدى ده متطبق على السوق بنسبه كام في الميه حضرتك شايف؟ خلينا نقول ان احنا نسبه، عشان ما نقدرش نحدد النهارده النسبه ثابته ونقول ان احنا مثلا يعني 50% 80% الاغلب بيلتزم ولا الاغلب لا يلتزم؟ لا الاغلب بيلتزم، الوكلاء الاغلب يلتزم، لان ده التزام شرفي بين الوكيل وبين احتياجات الدوله، لان انت النهارده احنا دوله مؤسسات، احنا مش دوله مش عامي، احنا مش شركات بنشتغل كل واحد على هواه، احنا دوله مؤسسات طالما في تعليمات واضحه وصريحه احنا لازم كلنا نحافظ على اقتصاد بلدنا، لازم ان احنا نلتزم وان احنا نحاول ما نحاولش نزود السلعه التي لم يتم زيادتها. خلينا نتكلم على اللي جاي المستقبل، لان دي زياده طارئه على الكل، لكن اللي موجود والمنتج موجود اعتقد بنسبه 70 80% التزام الشركات كلها، لان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا دوله مؤسسات هنلتزم ونسلم العميل بالسيارات بالسعر التي تم الاتفاق عليه. أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا للأستاذ خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا.
النهاردة شهد الفريق أول محمد زكي القائد عن القوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد احتفالية مسابقة ابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوي، والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة على مستوى الطلبة، مما يسهم في تنمية المهارات الإبداعية في مختلف المجالات. جاء ذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجماعات. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفالية مسابقة الابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوي، والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة على مستوى الطلبة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة. بدأت مراسم الاحتفالية بكلمة الفريق محمد حجازي عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوي، التي أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتشجيع الابتكارات العلمية، مما يسهم في مواكبة التطور العلمي المتلاحق. عقبها عرض فيلم تسجيلي عن كلية الدفاع الجوي وما تحتويه من منشآت إدارية ودراسية ووسائل تدريبية متطورة تساهم في إعداد طالب دفاع جوي يتميز بالاحترافية في تنفيذ المهام التي يكلف بها. كما استعرض مدير كلية الدفاع الجوي ملامح عملية التطوير والتحديث التي تتم بالكلية بما يتماشى مع منظومة التطوير الذي يشهده سلاح الدفاع الجوي، وبما يسهم في توفير المناخ الملائم لضخ أجيال جديدة من طلبة الدفاع الجوي متسلحين بالعلم والمعرفة. تلا ذلك عرض نتيجة مسابقة الابتكارات العلمية وتكريم الفائزين الذين تمكنوا من تقديم أفضل نماذج للابتكارات العلمية وفقا للمعايير والأسس التي نظمت بها المسابقة. كما قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على معرض الابتكارات العلمية مشيدا بالمستوى المتميز لمختلف الابتكارات التي عرضت، والتي تعظم من أوجه الاستفادة العلمية للتطور العلمي المتسارع بكافة المجالات. وفي سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي بطلبة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الدفاع الجوي والكلية البحرية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة سير العملية التعليمية والتواصل الدوري مع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، بما يهدف إلى توحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات. ونقل القائد العام تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسؤولية لصون الوطن وحماية مقدساته، مؤكدا على أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على تحدي الصعاب. وأدار القائد العام حوارا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي محليا وإقليميا ودوليا، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومي المصري. كما طلبهم بمداومة الاطلاع على العلم والاستفادة من التطور التكنولوجي المتسارع في كافة المجالات بما يخدم الوطن طبقا لمتطلبات المرحلة. النهاردة المنتخب الوطني غادر متوجها إلى السنغال، البعثة الحمد لله كاملة. واضح من الصورة الجماعية اللي كانت في الطيارة ان في روح معنوية وفي دفعة ايجابية جدا بعد طبعا الفوز من يومين هنا في القاهرة بالهدف للعالمي النجم محمد صلاح. ربنا يا رب يحفظهم جميعا ويكرمهم ويوفقهم باذن الله يوم الثلاث الجاي، الماتش الساعة 7 بالليل، وان شاء الله تكون مباراة حاسمة لينا بإذن الله ولصالحنا بإذن الله. زي ما حضراتكم كده شايفين الصورة، الصورة طبعا مزينها كمان بقى رامي ربيعة ومحمود علاء اللي انضموا، وعفوا علي جبر اللي انضموا للبعثة بعد إصابة
عبد المنعم وبعد القرار الخاص بالونش وان هو خلاص عشان واخد كارتين صفر في التصفيات المؤهله لكاس العالم دي واللي قبلها، فبالتالي الراجل مش موجود في هذه المباراه، ولكن البركه في الموجودين، البركه باذن الله في الموجودين. كارلوس كيروش كالعاده رسائل التحفيز اللي لا تتوقف ولا تنتهي للاعبي المنتخب وعلى السوشيال ميديا. وبالمناسبة رسائل كارلوس كيروش مش بس بتبقى موجهة للاعبين، انه يقدر يقولها في التمرين، يقدر يقولها في الاجتماعات اللي بيعملوها لتجهيز الماتش، ولكن لما كارلوس كيروش بيبقى بيعمل ده، الراجل ده ذكي جدا، الراجل ده قادر ان هو يتعامل نفسيا بشكل كبير جدا مع الجمهور المصري. فالرسائل اللي هو بيقولها دي هي مش بس بيقصد بيها الفريق بتاعه 23 اللي في قائمة المنتخب، ولكن لما بيقول شباب مصر هو مش قصده هنا على على ال 23 بتوعه، هو قصده هنا على الملايين اللي قاعدة بتقرا اللي هو بيكتبه. فبيقول شباب مصر جاهزون للشوط الثاني، نمتلك طاقة أكبر من أي وقت مضى، بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي فلن نكون بمفردنا، لأننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر، كلنا ثقة لأننا نعلم أنه شيء أسمى منا جميعا، نسعى أن نصل له وقد نراه قريب، نحن نعلم أننا نستطيع أن نفعلها لأننا جاهزون أن ندفع ثمن أن نلعب مباراة عظيمة ونقدم كل مجهوداتنا وتضحياتنا من أجل خدمة الجمهور المصري، لكم التوفيق يا شباب مصر. كارلوس كيروش فقد إيه ذكي جدا في الرسائل اللي هو بيبعتها للجماهير والملايين اللي قاعدة كله قاعد مستني يشوف ايه اللي بيحصل، ولكن الحمد لله. يعني اعتقد دلوقتي المفترض من بدري يعني ان المنتخب وصل، وامبارح كانت معانا سفيرة مصر في السنغال سيد سفيرة نهى خضر، وطمنتنا على كل الامور وكل اللوجستيات وقد ايه الحكومة السنغالية في التنسيق مع السفارة المصرية ومع اتحاد الكرة قد ايه الامور ماشية بشكل سلس جدا وبشكل سهل جدا، كل الامور اللي اتطلبت بتتوفر. في مسافه بعيد شويه الملعب عن فندق الاقامه حوالي ساعه تقريبا، ولكن طمنتنا ان شاء الله ما فيش اي مشكله، وباذن الله كمان في تسهيلات للدخول بالنسبه للجمهور اللي هيروحوا باذن الله هيوصلوا يوم المباراه عشان يحضروا المباراه. فكل التحيه والتقدير لكل حد بيتعب عشان باذن الله باذن واحد احد يتحقق الحلم، وان شاء الله يوم الثلاث نحتفل مع حضراتكم بانجاز ما تكررش باذن الله في تاريخ مصر، وهو الوصول لكأس العالم لدورتين متتاليتين، وده هيبقى إنجاز يحسب بإذن الله لهذا الجيل، وحاجة الحقيقة كلنا هنسعد بيها وإن شاء الله دايما نتعود عليها. كمان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام توجه بشكر لشركة برزنتيشن راعية الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية عشان الدور المحترم والدور العظيم اللي احنا شفناه الحقيقة في المباراة اللي كانت هنا على أرضنا. قد إيه يوم الجمعة منظر الاستاد والجمال والحلاوة والشياكة والتسهيل في الدخول شيء الحقيقة عظيم جدا وشيء راقي جدا ومجهود يذكر فيشكر لشركة برزنتيشن وكل الجهات المنظمة لهذه الاحتفالية عشان تطلع بهذا الشيء وبهذا الشكل المشرف. كمان قال ان مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بيؤكد على تقديره العميق لشركة برزنتيشن سبورتس ودعمها الكرة المصرية بصفة عامة ومنتخب مصر الأول بصفة خاصة، وإسعاد الجماهير المصرية وتوفير كل سبل الراحة لمنتخبنا من أجل تحقيق حلم الشعب المصري بالوصول إلى كأس العالم بإذن الله. أستاذنا حضراتكم نخرج إلى فاصل سريع ونشوف كده تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت على مدار 24 ساعة، أرجوكم خليكم معنا. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومقترحات تنشيطها خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية الإجراءات اللازمة لمساندة قطاع السياحة وتقليل حدة التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا على هذا القطاع الحيوي، كما يتم العمل على تقديم الدعم المطلوب واتخاذ
كل ما من شأنه الحفاظ على هذا القطاع من التأثر بالاضطرابات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، ولا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الالتزام بأيام ومواعيد الدراسة بالترم الثاني حتى نهاية العام الدراسي الجاري. أوضحت الوزارة أن الدراسة لن تتوقف في رمضان ومستمرة حتى نهاية شهر إبريل المقبل، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 7 مايو وفقا للخريطة الزمنية. كما أن الإجازات التي يحصل عليها الطلاب هي العطلات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر المبارك وباقي الإجازات، وما عدا ذلك فالدراسة سوف تنتظم. أطلقت وزارة الصحة والسكان فعاليات إطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد. وأكدت وزارة الصحة أنه تم تحديث بروتوكول علاج أورام الكبد بإدراج نوعين من أدوية سرطان الكبد والتي تؤخذ عن طريق الفم. كما تم تدريب الأطباء بوحدات الفيروسات الكبدية على بروتوكول العلاج المحدث لعلاج الفيروسات الكبدية. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس يوم الاثنين سوف يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والمناطق الجنوبية، معتدل على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على كافة المناطق. أضافت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية هي عبارة عن ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري. أشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع، حيث تسجل القاهرة 23 درجة مئوية. احنا النهاردة بنشجع الحقيقة كل من يعمل في مجال تجارة التجزئة، لأن هي من القطاعات الهامة والواعدة والتي تشهد معدلات نمو تصل إلى 17 و18%. فالنهاردة كمان بيعمل في هذا القطاع ما يقرب من 10 مليون مصري، تلت القوى العاملة في مصر. دور القمة إن احنا بنقول لكل أصحاب العلامات التجارية والتجار كلهم بنجمعهم في مكان واحد، زائد عليهم بقى الدعم الحكومي ووجود الحكومة من حيث وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة، زائد الجهات التمويلية، زائد كمان مقدمين الخدمات. الناحية التكنولوجية بقت مهمة جدا في عملية البيع والشراء، فكل ده بيتجمع في مكان واحد. احنا بنتكلم على كل مقدمي الخدمات بهدف ايه؟ بهدف ان احنا نعمل توصيات تحسن خبرة المستهلك، وده اللي بيؤدي لتعظيم رفاهية المواطن اللي هو الهدف الأول لأي حكومة في أي حتة في العالم. الحاجة التانية على مستوى الاقتصاد الكلي بقى، القطاع ده أثبت إنه هو عنده قدرة على خلق الوظائف بشكل تنافسي، فدي ميزة هذا القطاع وعشان كده احنا مركزين عليه. وهدفنا من القمة إن احنا نطلع بروشتات وتوصيات لشكل المستقبل في القطاع ده هيبقى عامل ازاي. لكن النتائج الواضحة لغاية دلوقتي ان تقريبا كل الشركات سواء الحكومية او القطاع الخاص عندها تركيز مهم جدا وهو التحويل الرقمي، فده بيناسب برضو الخطة بتاعت الدولة والفيجن بتاعت الدولة لسنة 2030. أكيد طبعا مهم على كل حاجة، ده قطاع ريتيل قطاع قوي جدا، ولازم الواحد بجد يعرف إيه التكنيكس الجديدة والاستراتيجيز عشان يكتر مبيعاته في ظل الظروف اللي احنا فيها. عدينا بظروف صعبة من وقت الكورونا للدولار دلوقتي، فلازم الواحد يبقى open to any new strategies. قمة النهاردة هي بتجمع يعني فئة كبيرة جدا من أهم تجار التجزئة في مصر، وأنا شايف إن دي حاجة مهمة جدا إن هي تستمر. الناس دي لازم تتجمع يتكلموا مستقبل تجارة التجزئة بشكل عام رايح فين، وإزاي نقدر نواكب العالم حوالينا ونستخدم أحدث التكنولوجيات. فمهم جدا لقاءات زي كده تكون موجودة وتستمر وتحصل بشكل دوري. اولا انا متابع الحقيقه للمؤتمر ده، وبعتقد ان هو كل سنه عن سنه بيفرق، والسنه دي هيختلف تماما، لان احنا بنتكلم في عصر الانترنت دلوقتي زي ما انتم شايفين، من الحديث كله داخل على طريقه الدفع الالكترونيه والمنصات و واعتقد ان مصر كلها متجهه الاتجاه الى تدعيم الشباب اللي طالع بالافكار الجديده. احنا هنا طبعا اعتقد السنه دي في شكر للتجار على مجهودهم العظيم اللي قاموا بيه خلال الفتره اللي فاتت، بس اعتقد في تنوير اكتر دلوقتي شغال على المرحله اللي جايه الا وهي العيشه في العالم الافتراضي. طبعا يعني احنا مبسوطين النهارده ان احنا قابلنا ناس كتير جدا بنسمع عن اخر تحديثات عن مجال الرقمنه والارقام
فلا مهم جدا طبعا. بنكون حريصين دائما مع حضراتكم ان احنا نبرز قصص انسانيه وقصص كفاح ملهمه. مصر والمجتمع المصري مليء بهذه القصص الانسانيه الكبيره اللي فيها اشخاص او ابطال حقيقه، يعني بيقدروا ان هم يتحدوا كل الصعاب عشان يؤدوا الامانه اللي عليهم. النهارده هنشوف وهنقف مع قصه ملهمه وهي ست امينه، ست امينه حمزه، ست مصريه جدعه في فرقبتها كده بالبلد، يعني ست ولاد وبنات قدرت ان هي تتحدى كل المشاكل، ما قالتش لا ده عيب، مش هعرف مش هعرف مش هقدر، ولكن عشان تعول الست ولاد وتأدي دورها في الحياة اشتغلت مكوجي زي ما حضراتكم شايفين كده في البيت بتاعها في المكان اللي هي عايشة فيه، واشتغلت بقالة الاتنين مع بعض زي ما بيقولوا عشان تقدر ان هي تربي ولادهم وتوفر لهم حياة كريمة. تعالوا نشوف اولا القصة دي ايه ونرجع ان شاء الله ونرحب بالست أمينة. بنتك لما تقولك انا عايزه تقولي لها معيش دي صعبه، ولما عيل صغير يقولك انا ماما انا محتاج لقمه قد كده او انا سخن ومش عارفه تجيبي له علاج بتبقى صعبه. مكواه وترابيزه هي ادوات بسيطه تعمل بها امينه لتقف بين صفوف الرجال بالمهنه. انا اسمي امينه حمزه لطفي حمزه، عندي ست اولاد وفي مشاكل بيني وبين جوزي بقالي فتره كبيره، فانا دلوقتي انا اللي فاتحه المحل البقاله دوت وفاتحه ترابيزه المكواه وبشتغل وبصرف على ولادي. فانا كنت اصلا مكواجيه في مصانع وبعد كده لقيت نفسي بقى ايه ما بقتش قادره على شغل بره، فتحت محل البقاله وبكوي في المحل. معايا ست اولاد، معايا ثانويه عامه عايزه دروس ومدارس، ومعايا اولاد ويعتبر انا كده في الشارع، فلازم حتى الشغلانه اعرفها او ما اعرفهاش لازم اشتغلها. كرز المسؤولية يجعلها تمتهن مهنة الرجال. بغمض عيني كده بحمل هم بكرة، الشهر ده خلص الشهر اللي وراه جاي، أنا لو غبت بس على إيجار الشقة خلاص شكرا أنا وولادي في الشارع. فبضطر حتى إن أنا لو مش عارفة أجيب بضاعة أو مش عارفة أعمل، بضطر إن أنا أخبط في أي حاجة تشغل الدنيا إن أنا أقدر أأكل ستة وأقدر أعلمهم وأقدر أقف معاهم. أنا قابلت ناس كتير ساعة ما فتحت المكوى، في ناس قالت لي أنت كويس كده وإحنا معاكي ويعني كده حاجة حلوة، وفي ناس لقيتها لا ما مش حابة مستغرباني ومستغربة الظروف ومستغربة ان انا اقف على ترابيزة مكوى. أمينة وغيرها من السيدات المصريات اثبتنا ان المرأة المصرية قادرة على التحدي والارادة. انا اللي انا نفسي فيه ان انا املى المحل ده بضاعة وما يبقاش عليا ايجار، نفسي انام كده ومش هشيل هم ايجاري، نفسي انام والاقي بضاعه في مكاني وما افكرش بكره عيلي هياكل ايه. من مصر ياسمين جبريل. انا لو قدرت اشتغل شغلانه تانيه هشتغلها برضو، فمش هتفرق معايا، انا كل حاجه لاولادي اعملها. ست اصيله وجدعه وربنا يا رب يعينها. برحب بالست امينه وبرحب ببناتها الجمال. يا ست امينه مالك بس بتعيطي ليه؟ ازيك؟ ازيك يا استاذ عمرو عامل ايه؟ ازاي حضرتك؟ يا رب يكرمك. بقى في حد يكون قاعد ووسط البنات الجمال دول ربنا يا رب يفرحك بيهم، النظر لوشوشهم نعمه يعني. ربنا يكبر ربنا يكبر بخاطرك يا فندم، وانا متشكره قوي لاستماع حضرتك لينا ولاولادي، وربنا يا رب يبارك لك يا رب، وربنا يخلينا ريس ويسترها معاك ودنيا واخره، وربنا يخليك يا ريس ان انت مدينا حق ان احنا حتى نقدر نوصل صوتنا ونقول كل اللي جوانا من غير خوف ومن غير اي حاجه، ونطلب سندك ونطلب مساعدتك، وربنا يبارك لكم يا رب يا فندم. ربنا يبارك لك يا مستر عمرو. الله يحفظك. ست امينه ارجوكي قولي لي يعني اسمحي لي اسالك الاول، ايه السبب اللي خلاكي تشتغلي وانت اللي تتحملي مسؤوليه الست ولاد؟ يعني الزوج فين؟ الزوج في مشاكل انا وهو، وفي اوض يعني منفصلين يعتبر بالمحاكم، يعني في محاكم موجوده. ما بيصرفش على الولاد؟ بس انا طبعا دلوقتي انا لا ما فيش امكانيات. هو ما عندوش امكانيات يعني؟
هو ما عندوش وما فيش امكانيات اصلا ولا لاقي حد يقف معاك، ف الست اكتر، ف يعني الست اكتر، يعني هو استكتر السته والصرف على السته فمشي. لا الدنيا تقيله فخلاص قالك انا مش قادر استحمل اكتر من كده. مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني. طب هو اللي كان السته اللي خلف السته دي هو كان حضرتك لوحدك؟ مش هو كان شريكك في القرار، في قرار الخلفه؟ معلش سامحيني يعني، لان دي قصص بنلاقيها بتتكرر مش كتير. مش قادر يعني خلف السته وبعد كده مش قادر يصرف؟ لا ما فيش، يقول لك ما عندوش مقدره ان هو يصرف. يعني طيب الحياه كمان السته مش الحياه حتى وانتوا كنتوا عايشين مع بعض واضح ان برضو الحياه كان فيها مشكله في الفلوس، يعني واضح كده ما كانش فيه فلوس، وهي يعني طاقه واحده بناكلها وهو موجود او مش موجود، ان يا دوبك تلاقي العيال ومصاريف البيت ومصاريف الايجار، الحمل تقيل حتى وهو موجود. كان بيشتغل؟ فدلوقتي بقى الحمل اتقل، هو شغله مكوجي وما ينفعش يشتغل حاجة تانية عشان بطاقته وجيشه وكده، فما ينفعش يطلع يشتغل في حاجة تانية. فهو دايما يقولي انا مش قادر اطلع اشتغل بره. طيب يعني انا شايف ما شاء الله اربع بنات زي القمر، ربنا يحميهم. وفي ولدين ربنا وفي يحميهم. ولدين اصغر ولا اكبر؟ لا اصغر، اولى ابتدائي وعنده واحد عنده 4 سنين. ما شاء الله. طب انا عايزك بس تقولي للبنات انتوا جمال، احنا مبسوطين بيكم وما شاء الله عليهم، ربنا يا رب يحميهم. عرفينا عليهم كده، ولنا بيدرسوا فين، واصلين لسنه كام كده في المدارس؟ دي ايه بنتي في ثانويه عامه، عايزه تطلع مدرسه تاريخ. ما شاء الله مدرسة تاريخ. ليه يا آية تاريخ؟ الحمد لله ازاي كويس. ليه تاريخ يا آية بالذات؟ قولي لها ليه. بيقولك ليه تاريخ؟ عشان بحب التاريخ. حب التاريخ؟ عشان هي بتحب التاريخ. مين الشخصية بحب التاريخية؟ بحب الحضارة والكلام ده. كويس، مين الشخصية التاريخية اللي انت بتحبيها قوي؟ قولي لها. هي في شخصيات كتيرة بحبها. زي مين؟ يعني زي الحضارات اللي حصلت عندنا كده، زي الاسكندر الأكبر اللي هو الحرب 73. فالشخصيات ديت في حاجات حلوة التاريخ. شاطر، أنا بحبها. بالتوفيق يا حبيبتي إن شاء الله. طيب مين تاني يا ست أمين؟ عرفينا بقى بالبنوتة التانية، ربنا يخليهم. وعندي ليلى عايزة تطلع مصممة أزياء ما شاء الله، عايزة هي اللي تخترع في الهدوم وتفصلها وتطلع بالمناسبة. قولي لها بالمناسبة، هي حلم حياتها اللي تطلع مصممة. قولي لها ذوقها حلو، قولي لها ذوقك حلو في الألوان. بيقولك ذوقك حلو، سلمي على زي حضرتك عاملي. الله يخليك يا حبيبتي، سلمي لي عليها. الله يخليك، وان شاء الله تشوفيها وتبقى كمان زي ما هي عايزه ان شاء الله. طب القمرتين اللي واقفين وراكي بقى وساندين على كتفك بقى، دي مين عايزة تطلع حاسبة في كمبيوتر بقى؟ عايزة تطلع حاسبة، ان هي تقعد في الحسابات. في الحسابات. محاسبة. هي في الحساب شاطرة جدا. ما شاء الله. هي في الحسابات شاطرة جدا. هي دي بقى هي دي اللي تمسك الامور المالية. تمام. والقمر اللي على اليمين بقى، ودي دنيا في سنه ثالثه ابتدائي. دي ربنا دنيا يحفظها. في سنه ثالثه ابتدائي، ربنا يحفظها. طيب اكيد ربنا اكيد فن. اكيد ربنا يعني انك فن. تتحملي مسؤوليه مسؤوليه الاربع بنات والولدين في الظروف دي، ده شيء صعب، ولكن يعني ارجوكي قولي، امري ايه الطلبات اللي حضرتك عايزاها؟ تحبي تقولي ايه؟ انا مش عايزه غير مكان اقعد فيه وبضاعة أكل عيالي وأشربها. المحل زي ما حضرتك شايف ما فيهوش بضاعة، والناس لما بتشوفني بكوى على المكوى ديت يقول لا احنا عايزين مكوى التانية. أنا بس اللي طالباه مكان ينيمني أنا وولادي، إن أنا يعني معرضة إن أنا أطرد في الشارع بسبب إن أنا ما عنديش عقد شقة وعليا نور ومية، وما بقدرش أدفع إيجاري الشهر ورا الشهر. والله يا أستاذ عمرو أنا بيجي عليا وقت احنا كل يوم بنفطر 700 جنيه 700 جنيه. طبعا مصاريف بقى الحياة وتعليم البنات والمدارس، مصاريف الحياه وتعليمهم، وعايزين دروس. انا بيجي عليا وقت ما ببقاش معايا. الله يعينك.
الله يعينك الله يعينك بإذن الله. فإحنا بناكل يعني طاقة واحدة والله العظيم. عندي ثلاث عيال رجليهم وجعاهم من قلة الأكل. البنت ديت رجليها ركبتين على الاتنين لازقين في بعض إن شاء الله، ودي رجليها وجعاها، وفي ولد تاني إن شاء الله يبقوا زي الفل، وهم من حقهم ولازم إن هم يفخروا بيكي الحقيقة، يعني قولي لهم يفخروا بيكي، يعني أمهم ست عظيمة بمعنى الكلمة يعني. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك يا فندم، وانا بشكر حضرتك وبشكر سياده الرئيس، وعايزه اوصل له رساله ويا ريت حضرتك توصلها له. انا كان نفسي اسمع صوته، بس انا عايزه اوصل له رساله. يا باشا ربنا يعينك، ربنا يبارك لك يا سياده الرئيس. انا ام معايا سته، وليس بجد ليس في مسؤولياتهم وليس في كل حاجه، من ايجار لمدارس ودروس. ربنا يبارك لك ان انت ماسك بلد بدولة وتحميها من بره ومن جوه، وبتحوش منها الفساد. البلد دي يعني انا عارفة ان حضرتك ما بتنامش، وربنا يعينك يا رب، وبدعي لك والله ان ربنا يقويك علينا ويقويك على الناس كلها، وربنا يبارك لك يا رب ويخليك لينا ويديك الصحة يا رب. يعينك وكان نفسي اسمع صوتك، وربنا يبارك لك يا رب. يا رب يعينك يا ست أمينة. يعني دعواتنا لحضرتك إن شاء الله إن ربنا يا رب يصلح لك الحال، وإن يعني بإذن الله يكون اللي جاي أفضل، ويعينك على المسؤولية. وأكيد أهل الخير في البلد كتير يعني، فيعني إحنا إن شاء الله ربنا يقدرنا يعني، ونحاول نعمل حاجة. فمرة تانية أنا لا أملك الآن يعني غير إن أنا أقول لك ربنا يقويكي، ربنا يجازيك خير على الدور اللي انت بتقومي بيه يعني، واكيد جزائك بقى عند ربنا اكيد كبير باذن الله يعني. ربنا يفرحك باولادك الست امينه حمزه، سيده الحقيقه يعني زي ما بيقولوا كده ب 100 راجل يعني. فانا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا، شكرا جزيلا لحضرتك. القائمه طويل يعني، قائمه السيدات زي الست امينه قائمه طويله يعني، واحنا حابين ان احنا دايما نعرض لحضراتكم كده كل اسبوع كده كل كام يوم نموذج وشخصيه من هذه الشخصيات الفريده اللي بتبطل اي حجه عند اي واحد ان هو يقول انا مش قادر اشتغل، انا مش عايز اشتغل، اصل الشغلانه دي انا ما اتعلمتش عشان اشتغل الشغلانه دي، وانا مال انا اشمعنى انا. شوف وتعلم، شوف وشوف الناس بتتحدى الظروف ازاي. نشوف مثلا سيده اخرى هي الست امل، ست امل الزناتي، وهي تعتبر تقريبا هي اول ست تشتغل ميكانيكي، وبشغل ميكانيكي كمان جرارات، وهي اصلا من ذوي الهمم ومتحدي الاعاقه من قصار القامه. سيده الحقيقه كلنا بنفتخر بيها، كان نالت التكريم الحقيقه من حرم رئيس الجمهوريه في احتفاليه المراه المصريه، قدرت تتحدى كل هذه الصعاب عشان تكتب اسمها الحقيقه بحروف من نور ما بين السيدات الملهمات في مصر. تعالوا نشوف التقرير ده مع الست أمل الزناتي. واحدة من النساء التي تغلبن على أصعب الظروف بالإرادة والعمل حتى أصبح لها شهرتها في مجالها، الوسطى أمل التي تحدت نفسها على مدار 50 عاما هو عمرها، واستطاعت بعد كد وتعب أن تؤسس محلا لبيع قطع الغيار وورشة لإصلاح وصيانة الجرارات الزراعية بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ. اتولدت في بيت متكون من 10 اخوات، انا الوحيده اللي منهم من قصار القامه، بس الحمد لله اتولدت وخدت وصلت لغايه ما خلصت تعليمي. انا حبيت ان انا من يعني اثبت للناس اللي كانوا بيعاملوني كده كان ان انا مخلوق غريب، ان انا اعمل حاجات هم ما يعرفوش يعملوهم. بقالي دلوقتي 31 سنه في المجال ده، الحمد لله معروفة على مستوى الجمهورية كلها، ما فيش واحدة ست بتشتغل في المجال ده إلا أنا، وتحديت الظروف وتحديت العالم، والحمد لله لغاية ما وصلت لهذا. لحظات صعبة كثيرة عاشتها الوسطى أمل وسط مجتمع رافض أن يتقبل عملها في تلك المهنة الشاقة. أما كان واحد بيجي مثلا المحل ويتنمر عليها وكده، لازم بثبت له بكلامي إن أنا مش ضعيفة، إن أنت هتضحك هتتكلم عليا أو تضحك علي. لو بينت له ان انا ضعيفه يبقى هو ايه ان انا كده شخصيه مش هيحترمني. كان بيزعلني، بس كان بيديني ان انا لازم اتغلب وان انا اكبر على الكلام اللي هما بيقولوه. ساعات طويله تقضيها امل وسط العمل في الورشه
يحيطها من كل جانب رائحة الزيوت والشحوم، لكنها ترى أن عملها هو الأمل في حياة كريمة بالنسبة لها. ببدأ الأول بقوم الصبح أخلص شغلي بتاع البيت، وبعدين أروح المحل طول النهار ونتغدى وكده طول النهار، وأروح بالليل بعد العشاء أكمل على الأكل بتاعي، وكان ورا شغلانة في البيت أخلصها كده طول النهار. فأتعامل مع كل الصنايعية هنا في المنطقة كلها كأنهم إخواتي، ما فيش فرق يعني في أي حاجة، حتى لو في أمور شخصية مع بعض كأننا عائلة واحدة. 30 عاما قضتها أمل بين أروقة المحل والورشة، تعلمت أصول الصنعة وساعدت كثيرا من الشباب الذين أصبحوا صنايعية خلال فترة قصيرة. من مصر، عمرو موسى. النهاردة يعني الحقيقة إذا كان قامة وقيمة كبيرة بحجم الأستاذ أحمد زكي رحلت، ولكن ما يتعوضش، يعني اسم، شخصية، موهبة، يعني قلما يجود الزمان يعني بمثلها يعني. ولكن دايما بنبص لأن عندنا الحقيقة إبداعات، وعندنا أسماء مصرية، وعندنا مبدعين مصريين أكيد ماشيين على نفس الخط ومنتظرين منهم الأحسن دايما. الحقيقة السنة دي هيكون فيه إن شاء الله مجموعة من المسلسلات الجميلة اللي حضراتكم هتشوفوها. واحد من المسلسلات من أول، وإحنا محظوظين إن هو عندنا هنا على CBC من أول الإعلان الترويجي ليه أو البرومو بتاعه من أول ما اتذاع، مسلسل ملف سري، وتحس إنك هتشوف بالفعل عمل تقيل، في قصة، واضح إن في قصة، وقصة تقيلة ومحبوكة، وكمان النجوم اللي في العمل حاجة عظيمة جدا. بالمناسبة يعني هذا المسلسل ملف سري من تأليف الأستاذ محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز. البطولة بقى بنتكلم على النجم هاني سلامة، النجم ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، أستاذ محسن محي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، أسماء الحقيقة كتير جدا. تعالوا نبص على العمل ده وإحنا خلاص على بعد أيام من رمضان. فبرحب بالمؤلف والكاتب والسيناريست الأستاذ محمود حجاج. يا أستاذ محمود كل سنة وأنت طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ عمرو. الحمد لله، ربنا يخليك، كل عام وانت بخير. وارجوك إن شاء الله. الله يخليك، الله اكرم عليك. ارجوك كلمنا شويه، مش عايزين نحرق التفاصيل، ولكن الحقيقه انا من اول ما شفت البرومو وانا شايف ان احنا قدام عمل ان شاء الله هيكون مهم في رمضان في السباق الدرامي، يعني انجاز التعبير، لان واضح ان قصته تقيله حلوه. والله يعني أول حاجة برحب بحضرتك يعني ومبسوط إني معاك. تاني حاجة بنتكلم على المسلسل، طبعا بدون حرق تفاصيل أكيد. إحنا عندنا المسلسل، المسلسل بالنسبة لنا عندنا قصة زي ما حضرتك بتقول، قصة تقيلة يعني، وفي عندنا شخصيات كتير، كل شخصية ليها اللاين الدرامي بتاعها، وفي النهاية كلهم بيجتمعوا في في في, في لاين واحد. عندنا جوانب كتير جدا في المسلسل بنناقشها، في جوانب سياسيه وجوانب اجتماعيه، وفي عندنا لاين رومانس، في شويه تفاصيل كتيره جدا يعني في المسلسل ان شاء الله تعجب الجمهور وتعجب حضراتكم، واحنا متشرفين برضو ان احنا معاكم على قناه CBC. ده شرف الحقيقه لينا. وخلينا اسالك على فكره التشويق، يعني واضح ان المسلسل فيه جرعه تشويقيه حلوه، يعني من نوعيه المسلسلات اللي هتشد من اول حلقه لاخر حلقه. والله احنا بنتمنى يعني، انا اشتغلت على المشروع مع مستر ريمون مقار ومع الاستاذ حسن بلاسي ومع الاستاذ محمد محمود عبد العزيز، يعني قعدنا كتير جدا نشتغل على المشروع تقريبا سنه او اكتر عشان نقدر نعمل عمل يحترم الجمهور وعمل يكون ملم بكل الحاجات. فكره التشويق احنا فعلا عندنا يعني في العمل بيدور في سنة احنا كلنا عشناها وكلنا يعني كنا مهمومين بيها وبالأحداث اللي حصلت فيها تقريبا في 2013، وبنتكلم على كم الفساد رجال الأعمال وكل ما كان يحدث يعني في 2013 من فساد وتمرير لبعض الأعمال يعني المشبوهة، وأعمال كده احنا يعني أو أفكار أو أي يعني حاجات احنا منحبش نفتكرها. فبنتكلم يعني على ملف رجال الأعمال والفساد وغسيل الأموال، وطبعا في عندنا في النص بيحصل جريمة، الموضوع بيبقى فيه يعني بنتناوله عن طريق رجل، عن طريق قاضي اللي هو بيقوم بدوره الأستاذ هاني سلامة.
قاضي راجل ملتزم ومحترم وبيقابل مشاكل كتيرة جدا يعني في ان هو يحقق العدالة، ومنها ضغوطات ومنها مشاكل كتيرة جدا يعني بتقابله، وهو طول الوقت بيحاول ان هو يصارع كل ده عشان في النهاية يحقق العدالة، وبيقابله مشاكل كتيرة جدا ليها علاقة بان هو تهديد لأهله وتهديد لأهل بيته، تفاصيل كتيره جدا هي كويس. اللي ممكن تنقلنا حاله التشويق يعني في العمل ان شاء الله. طيب الشغل مع اسماء ما شاء الله انا شايف اسماء الحقيقه كبيره في العمل، ولكن حابب اتوقف معاك مع النجم هاني سلامه والعمل مع النجم هاني سلامه. انا شايف هل اجتمعتوا قبل كده ولا ده اول عمل ليكم مع بعض؟ لا ده اول عمل ليا مع الاستاذ هاني سلامه، والحقيقه انا محظوظ جدا على يعني على مستويات كتيره جدا، اولها ده بالنسبه لي ده في المقام الاول هو المستوى الانساني. الاستاذ هاني سلامه انسان هادي وجميل ومحترم جدا، فانا يعني محظوظ بالتعامل معاه. وهو على المستوى الفني انا بصراحه كنت لسه بتكلم معاه من شويه، بقول له انا متفاجئ بهاني سلامه، متفاجئ بشكل جديد، متفاجئ بشخصيه جديده وبيقوم بيها لاول مره، متفاجئ باداء جديد، ويعني في نقله كبيره في العمل ده. وهو نفسه كمان الاستاذ هاني كان في بدايه التصوير كان عنده جمله كده شارب بيقول انا مش عارف نفسي. يعني هو كان لما كان بيقف قدام المرايه بيقول انا مش عارف نفسي، انا حاسس ان انا خلاص قاضي بقى بجد وراكب الشخصيه كويس جدا. ايوه الشخصيه اللي بسيطه ان شاء الله يعني ربنا يكرم كده وتكمل. هو حرفيا يعني حرفيا هو حب الموضوع قوي. في نفس الوقت تغيير اللوك بتاع هاني سلامه ان هو اول مره يطلع بشنب، اول مره يطلع يعني بالجديه دي. الناس كلها متعوده على الاستاذ هاني سلامه في ان هو بيطلع في الجانب الرومانسي الهادي الشخصيه الهادئه، لكن هو دلوقتي متحول او حتى كمان. شاب مغامر شويه في ظروف ما اعرفش ايه، فبتلاقيه كاجوال شويه يعني، ولكن المره يعني دي كلاسيكي، حطيته انت في القلب الكلاسيكي يا استاذ محمود. كلاسيكي جدا. والله والموضوع طالع حلو جدا 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 باي. جدا واعتقد يعني زي ما حضرتك ذكرت من الاعلان الترويجي يعني من البرومو اللي اتعرض، كل الفيدباك من الجمهور، الناس الحمد لله يعني في فيدباك لطيف جدا، حتى على مستوى الاستاذ هاني سلامه نفسه الناس كلها بيتكلموا ان هو اول مره يشوفوه يعني زي ما بيقول كده يعني هو غير العباءه يعني. ايوه مظبوط. الشغل مع النجوم يعني او نجم بحجم الاستاذ هاني سلامه، الراجل ما شاء الله يعني كل موسم رمضاني موجود بعمله واعمال ناجحه، ادي قدام حضراتكم اهو ادي الصوره بتاعت النجم هاني سلامه، فعلا تحس ان هو غير شكله في الاعمال السابقه، يعني فكره الشنب الكلاسيكي خالص بالنضاره يعني بالشعر القصير مغير كمان، فمغير لوك خالص او مغير الشكل خالص. فكره العمل مع نجم بحجم هاني سلامه ان كل سنه ما شاء الله موجود، وكل سنه ما شاء الله عمل ناجح ورا التاني، والمسؤوليه دي على النجم وطبعا باقي النجوم اللي في العمل، ولكن هل بالتالي بيبقى فيه مثلا تدخل في الفكره في المسار الدرامي بتاع الشخصيه او الشخصيات اللي موجوده، ولا هو بيحب ان هو يسمع وان هو يشارك ويراي ولكن لا يحجر على راي او يغير مسار الكاتب يعني انجاز التعبير؟ والله هو لا انا ما قابلتش ده يعني، انا يمكن حتى في اعمالي السابقه انا ما قابلتش ده يعني ما شفتهوش بالشكل اللي بسمعه. بالنسبه للعمل ده استاذ هاني سلامه هو لا خالص، هو من اول ما جه قرا المشروع او قرا السكريبت كان بالنسبه له هو كان مخضوض يعني، بيقول لي الموضوع فيه احداث كتير قوي والقصه مشوقه، وحتى هو كمان لما كنا بنتكلم من شويه كان بيكلمني بيقول لي ان انا من كتر الاحداث اللي في المسلسل ومن كتر ما هو يعني مشدود طول الوقت، بيقول لي حاسس ان انا انهكت يعني من كتر ما هو الموضوع فعلا تقيل جدا. فهو نفسه بيحسس ان هو عامل عمل مهم جدا جدا جدا، وهو نفسه بيقول ان هو جديد عليه على مستوى الشكل وعلى مستوى الدراما بيقدمها لاول مره، شخصيه بيقدمها لاول مره، حاجات جديدة عليه. ويعني بالنسبة لي فكرة ان هو تدخل في الدراما او تدخل في السكريبت او حاجة لا هو ما حصلش يعني ما حصلش خالص. وانا كمان يعني بيعود ده كمان لشخصية الشركة اللي احنا بنعمل تحت مظلتها يعني شركة فنون مصر، الاستاذ ريمون مقار واستاذ محمد محمود عبد العزيز، هم معروف عنهم ان هم بيعملوا اعمال يعني
كبيرة جدا وكلها بتلاقي نجاح وصدى كبير عند الجمهور، فاحنا يعني كلنا امل ان المشروع ان شاء الله يطلع شاء الله. ويكون بشكل جديد، واللي انا بقوله ده يتحقق ان شاء الله بالنسبة للجمهور، يكون في فيدباك محترم ان شاء الله باذن الله، يكون عمل ناجح وموفق. بشكرك شكرا جزيلا للكاتب والسيناريست محمود حجاج، شكرا جزيلا لوجودك معنا النهارده اليوم العالمي للمسرح، واللي بيحتفل بيه دايما يوم 27 مارس من كل عام، ده وفقا لما اقرته طبعا اليونسكو، كان بمناسبه افتتاح مسرح الامم سنه 62. وطبعا المسرح وما ادراكم ما المسرح، وهو ابو الفنون وبيحاكي الواقع وكل القضايا الحيه المجتمعية. دايما المسارح حول العالم هي اللي كانت بتجسدها، وبالتالي بقى في ارتباط قوي ما بين المسرح وما بين المجتمع. 60 عاما مضت ويحتفل مسرحي العالم باليوم العالمي للمسرح الذي يوافق 27 من مارس من كل عام، وهو اليوم الذي يهدف لترويج الفن المسرحي ويسلط الضوء على هذا الفن الرفيع. وتقام في هذا اليوم مجموعة كبيرة من الأنشطة والاحتفالات الخاصة بهذه المناسبة، وجاءت مبادرة الاحتفال بهذا اليوم من قبل المعهد الدولي للمسرح عام 1961 ليكون يوما احتفاليا لتأكيد أهمية المسرح وأدواره على مستوى العالم، فضلا عن توحيد الشعوب والممارسين للمسرح. وفي هذا اليوم أيضاً يتم اختيار كتاب مؤثرين في العالم وترشيح الأنسب منهم ليقول كلمته في يوم المسرح العالمي. وفي هذا العام عام 2022 تم اختيار الكاتب والمخرج المسرحي الأمريكي بيتر سيلرز لإلقاء الكلمة، والتي ستدعو للحوار بين مختلف الثقافات من خلال أبو الفنون أو المسرح. من مصر، طارق أحمد. أطلقت وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتي تستمر حتى 30 من مارس الجاري بمختلف محافظات الجمهورية، وتستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين. النهاردة بتبدأ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم لحد 5 سنين. الحملة دي من خلال فرق متحركة بتعدي على المنازل وبتعدي على الشقق من شقة لشقة، بالإضافة أن هي من خلال فرق ثابتة في الوحدات الصحية، جميع مكاتب الصحة، مراكز رعاية الأمومة والطفولة، وفرق في الأماكن اللي فيها تجمعات. إحنا بنستهدف من الحملة دي تطعيم جميع الأطفال، مش المصريين بس، المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر. الهدف من الحملة أن إحنا رفع الحالة المناعية للأطفال. إحنا طبعا آخر حالة شلل أطفال سجلت في مصر كانت في سنة 2004، ومنظمة الصحة العالمية أعلنت أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال في 2006، ومن هذا التاريخ ما فيش أي حالات. وتبلغ عدد الفرق الطبية المشاركة بالحملة 45,000 فريق طبي مدرب على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية. الأقبال عليها طبعا جامد جدا، لأن الناس كلها دلوقتي بقى عندها وعي بالنسبة لحملة شلل الأطفال وده. وبعدين إحنا كمان عندنا هنا بتبقى فيه عربية بتلف، وإحنا أول ما بنسمع على الميعاد بتاع الحملة بنبلغ الناس اللي هي بتيجي برضو، بنقول لهم إن في حملة شلل الأطفال الأسبوع الجاي، في حملة شلل الأطفال قريبة. وبعدين النت والدنيا كلها بقت دلوقتي تعرف. وبدأت الأسر التوجه بأطفالهم إلى أماكن تمركز فرق الحملة حفاظا على صحة أطفالهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض. دي مش أول مرة، يعني حملة الأطفال دي كل حملة بتحصل باجي على طول، وبتبقى متوفرة جدا، يعني بتبقى تحت البيت، في ناس بتيجي، بتبقى في مكتب الصحة، بتيجي في كل مكان. فدي حاجة طبعا حلوة جدا ان هي متوفرة في كل الاتجاهات، يعني وكميات كمان، يعني كل الأطفال. سمعت عن الحملة ان انا شغالة في المركز بتاع النزهة، وهم قالوا لي يعني ان التطعيم بدأ، هيبدأ من يوم 27 لغاية يوم 30. تأتي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في إطار حرص الدولة على رفع المناعة المجتمعية للأطفال للحفاظ على مصر خالية من المرض. من مصر، عمرو موسى. برحب بحضراتكم مرة أخرى، ولقائنا الأسبوعي بيتجدد بالأسرة المصرية ونصايح
حول الأسرة المصرية ومشكلات الأسرة المصرية والخلافات الزوجية بتتحل إزاي، وإحنا خلاص على بعد يعني 6 أيام ولا 5 أيام بقى هو من رمضان. كل عام وحضراتكم بخير. إزاي بقى تكون فرصة لتنقية النفوس أولا يعني قبل تنقية الأجواء في الأسرة المصرية؟ برحب بضيفي الكريمين دكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية. أهلا وسهلا دكتور عمرو. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وإحنا كل سنة وحضراتكم طيبين إن شاء الله، بركة ونور ورحمة علينا يا رب إن شاء الله. كل عام وحضرتك بخير. أيضا الأستاذ ممدوح المصري منسق برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، سعداء بوجودك دايما يا أستاذ ممدوح. والله أنا سعيد أكتر ومستمتع بوجودي مع حضراتكم، بتشرف بجد بكل حلقة بنعملها. كل سنة وحضراتكم طيبين وكل المشاهدين الكرام بخير. وحضرتك بخير. ننقي بقى الأجواء وننقي النفوس بقى ونهدى، صح كده؟ صحيح. رمضان داخل، رمضان بقى شهر التسامح والعفو والمغفرة، إحنا وطالبين من ربنا أنه يسامحنا ويعفو عنا. فين قدرتنا إحنا كمان على التسامح والبداية من جديد ونبذ الخلافات اللي ما بيننا وما بين بعض؟ في الحقيقة احنا بنشوف ان رمضان فرصة اكبر للتواصل، واحنا كلنا قاعدين على وجبة الفطار بنتكلم مع بعض، فرصة اكبر ان احنا نتواد ونتشارك، وكل الصور الجميلة الاجتماعية الحلوة اللي كانت موجودة في مجتمعاتنا اللي للأسف بعض من مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تاخدنا منها شوية. ممكن كلنا نبقى قاعدين دلوقتي على مائدة واحدة بناكل مع بعض، بس كل واحد مهتم بالعالم الافتراضي. لا، في الايام العاديه كل واحد واخد طبقه، واللي بياكل في ميعاده واللي بياكل في اوضته واللي بياكل في كذا. صحيح. الا رمضان يعني فرصه ان احنا نتجمع، فرصه ان احنا نتكلم، فرصه نشوف احنا واقفين فين السنه دي وحابين نوصل لفين السنه الجايه، فرصه كمان نفكر ازاي ان احنا نطور حياتنا بشكل مختلف، نتعرف على بعض بشكل جديد، ننزل نحاول ان احنا نتمشى، نخرج، نعمل اي حاجه تجدد كمان من حياتنا ومن علاقاتنا، ونبص كمان لبعض بنظره مختلفه، ونقدر نقيم علاقاتنا بشكل كويس عشان نقدر في وقت من الاوقات ان احنا نبقى احسن يعني. صحيح. دكتور عمرو، ازاي ننتهز بقى الايام اللي جايه دي ويكون في تهيئه للنفوس؟ اكيد النفس المنشغله بالحياه ومشاكل الحياه والمشاكل اللي في البيت والكذا، اكيد ما هياش نفس مهيئه ان هي تستقبل روحانيات شهر رمضان وان يعمل تخليه بقى كده لنفسه عشان يتواصل مع المولى سبحانه وتعالى. ازاي نتخفف بقى من الحمول والمشكلات دي كلها؟ حضرتك دايما بتسمعوا مني ان انا بقول ان الجواز مثلا ميلاد جديد مش شركه، وكمان رمضان هو ميلاد جديد. حضره النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا، نقف كمان في روايه تانية، من صام رمضان ايمانا واحتسابا عاد كيوم ولدته ام، زي الحج. فرمضان كل العبادات على فكره تحترقون حتى إذا صليتم. يبقى إذن كل العبادات ميلاد جديد، فإذا كانت كل العبادات ميلاد جديد وعندنا الجواز ميلاد جديد، ففرصة كبيرة جدا جدا إن احنا نذوق حقيقة معنى الجواز. ومش هتبقى إشارة أحلى ولا إني ولا أجمل من إني الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ورمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. لما نجمع الثلاثة دول هيطلعونا قيم عجيبة نحتاجها في حياتنا الزوجية ونحتاجها في التخلية. انت لو لاحظت حضرتك احنا عندنا مثلثات حلوة كده جدا في النموذج الإسلامي، منها مثلث التخلية والتحلية والتجلية اللي هو في الآخر خالص بيعملوا تزكية النفس. خلينا نقول ان احنا نفس واحدة، مش جواز نفس واحدة، مش احنا في نفس واحدة، ونفس وما سواها فألهمها فجورة وتقوى قد أفلح من زكاها. فالبيت اللي هو نفس واحدة دوت محتاج عملية تزكية، فلازم نتعامل معه بهذا، فلازم يبقى فيه تخلية وبعد كده يبقى فيه تحلية. تخلى عن المشاكل والأحقاد. أول حاجة في التخلية أن تتخلى من الشيطانية. أول حاجة في التخلية يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أول حاجة لابد أن نتخلى منها حاجة ظاهرة سيئة اسمها شيطنة شريك الحياة. عايزين نبطل شيطنة شريك الحياة. تتوقف الزوجات عن شيطانة الزوج، وتوقف الأزواج عن شيطانة الزوج. لو ما توقفوش عن ده مش هتحصل تخلية، لأن في ستيريو تايب هنا، في أنا دايما بقول أنا عندي 6 لغات كده اسمها لغات التلاشي الحياة الزوجية. اللغة الأولانية لغة المخاوف، اللغة الثانية لغة الفقد، اللغة الثانية اللغة الثالثة لغة فقد الثقة، فقدان الثقة، اللغة الرابعة لغة الصراع والانتقام، اللغة الخامسة لغة التمحور حول الذات، اللغة السادسة ان تعميم المواقف السلبية،
ست لغات كفيله بان هي تخلي الحياه الزوجيه مش موجوده. يعني يا ويلو اللي يعيش الست دول. او يعيش واحده حتى. اه طبعا ده واحده كفيله ان هي تخلص. عشان كده ايه اول حاجه لازم نروح على طول مباشره نتخلص من ده. ودوت احلى حاجه ليه؟ طيب ليه بقول إن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء؟ الزوجه ترحم زوجها من ان هي في الحقيقه تفضل تراكم تراكم تراكم. لا، عايزين نتوقف عن التراكم. يعني احنا بنتعلم في رمضان الرحمه. طب بنتعلم في رمضان الرحمه يعني ايه؟ كل واحد فينا يرحم الاخر من ان يتحول الى قاضي. تعالوا نتحول كل واحد فينا الى معين. يا سلام، دي جميله. يعني بلاش بلاش ننصب نفسنا قضاة. يعني اول حاجه عايزين نصوم عن الاحكام، ايه رايك؟ جميل، نطلق مبادره كده يا جماعه، تعالوا نصوم عن الاحكام. مظبوط، نبطل احكام. احنا لو بطلنا احكام هيحصل ايه؟ والله ما يحصل حاجه. صحيح، هينفع يا استاذ ممدوح بدون اقطع كلام حضرتك، اتفضل يا سيدي. يعني هل ينفع بقى ان كل واحد بقى هي تبطل ان هي شايفاه ان هو مدان على طول وواقفه نصباله المحكمه والشهود عشان تحكم عليه، وهو كذلك العكس برضه نصب لها محكمه على كل كبيره وصغيره؟ ينفع ده؟ سهل في الاخر، المجني عليهم بيبقوا الاطفال لو ده حصل. مليون في المية. فاحنا فعلا بنقول لو حابب تبقى قاضي خليك قاضي على نفسك، واحكم على نفسك وعلى تصرفاتك. وهو اولا لان ايه؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هو اول واحد ظلم هو نفسه قبل ما يظلم اطفاله. هو نفسه لازم يقيم نفسه الاول، لازم يحكم على تصرفاته ويقيسها ويشوف فعلا تصرفاتي دي بتبني ولا بتهد. كمان الفرصه بالنسبه لنا في شهر رمضان هو علاقتنا مع اسرنا الممتده. فكرة زياراتي لأهلي وزيارات زوجتي لأهلها وأنا موجود معاها، إزاي إن إحنا نستثمر اللحظات دي في إن إحنا ندعم ده ونقرب من بعض. رمضان ممكن عند ناس بيبقى عبء، ممكن بيبقى عبء شديد. بالمناسبة يعني. وده بيبقى هنا ولا هنا؟ طب ده هيجي أول خناقة أول يوم ديت حضرتك. هنفتح خناقة هنفتح يا ده موال ده خناقة الموسمية أنا بسميها الخناقات. على فكرة في البيوت في حاجة اسمها خناقات موسمية، خناقات على اللبس، على لبس العيد، خناقات على 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 اليميش بتاع رمضان، خناقات موسميه يوم العيد. هنبدا هنا ولا نبدا بالظبط؟ وانا بشوف ان اللي بيعينهم على ده بقى كمان هنا بيجي دور الحما والحمام، ان انتوا مهم جدا ان انتوا تساعدوا ولادكم ان حياتهم تبقى مستقره. هي مش جايزه ان احنا نفطر هنا اول يوم او نفطر هنا ثاني يوم، الفكره في ان احنا نتجمع. كمان ما تخلوش الزياره تبقى عبء على زوج وزوجه بان القعده يبقى فيها لوم او فيها مقارنه ما بين زوجه الولد الكبير مع زوجه الولد الصغير او العكس صحيح. فكره ان احنا ازاي نستثمر الفرصه دي ان احنا نقرب من بعض. رمضان كمان احنا بنشوفها في موده هي فرصه للمشاركه، ان الزوج يشارك زوجته في الاعمال اللي بتقوم فيها في البيت، ان هم يقعدوا يحطوا خطه مع بعض لاداره حياتهم الاقتصاديه، احنا محتاجين نشتري ايه. ما يبقاش هو شهر في استنزاف كبير للموارد الاقتصاديه، احنا في فتره محتاجين نقدر ندخر ونتمن كل مبلغ عندنا نقدر نستثمره صح ونوجهه بشكل صح عشان نضمن استدامه حياه بشكل كويس. فاللي احنا بنعززه طول الوقت، لا يا جماعه اتكلموا مع بعض، حطوا خطه، تشاركوا، استثمروا الفرصه دي، مش ان كل واحد فيكم بيبقى يتعبد بعيد عن الاخر. كمان بنشوف ان رمضان فرصه مهمه جدا للالتقاء بالذات الروحانيه زي ما اتكلم دكتور عمرو. ويمكن احنا بنتكلم ان مكونات الشخصيه في اربع مكونات اساسيه، مكونات روحانيه، في مكونات اجتماعيه، حفاظات يعني حفاظي على علاقاتي الاجتماعيه، في مكونات متعلقه بجسدي، انا مهتم بجسدي ولا لا، باكل اكل بيضرني، بلعب رياضه، لازم اوزن ده. في النقطه الرابعه والاخيره المكونات العقليه او المكونات الفكريه. للاسف اغلب الناس بيركزوا على جزء واحد، يبقى شاطر جدا على المستوى العملي ولكن مهمل شويه في المستوى الاجتماعي في علاقاته، مهمل شويه مع جسده، مهمل شويه مع روحانياته. احنا بنقول ان فرصه تقعد مع نفسك وتقيم تشوف انت علاقاتك واصله لفين، مين زعلان منك، وتبدا ان انت تصل رحمك بشكل كويس. وان الاسره مش بس البيت الصغير، الاسره كمان هي علاقه الاولاد بقرايبهم واقرانهم. زمان بنفتكر كان في رمضان عندنا زيارات اسبوعيه ممكن نتعرف فيها على قرايب جداد، دلوقتي بنشوف ان بعض الاسر الاولاد الصغيرين ما بيبقوش عارفين قرايبهم. صحيح، للاسف. فلا، فرصه ان احنا نرجع تاني نحيي الجسور دي ما بين مره تانية. فكره الدكتور عمرو ان الصيام عباده. انا عندي حاجه اسمها الصيام الزواجي. الصيام الزواجي ده عليه اجر ده برضو ولا عليه ده؟ يا احنا كل حاجه يعني اي عباده، اي حلو ولا وحش الصيام الزواجي بالمعنى السلبي. انا لا، في معنى ايجابي والله. الصيام الزواجي احنا عندنا اصلا كل واحد لازم يشوف ان شريك حياته دوت
محراب بيعبد ربنا فيه، ففي عبادات بتتناسب مع كل موسم، فعبادة اللي بتتناسب مع الموسم ده يعني مثلا من العبادة العبادات الزواجية هو الصلاة المشتركة لما يقومها عشان تصلي مع الفجر. كمان في صيام زواجي، يعني الصيام الزواجي هو الإمساك، إمساك عن خمس حاجات عندي، الإمساك عن، أنا قلت حاجة منهم دلوقتي، الإمساك عن الأحكام، الإمساك عن المقارنات، الإمساك عن الانفعالات، الإمساك عن الهجر لأن في رمضان في بقى فيه هجر من الناس، الإمساك عن الإحساس بعدم الكفاية. الخمسة دول لازم يمسك عنها، بس مش عايزينهم في رمضان بس يا مولانا، ده احنا عايزين، ما احنا عشان كده رمضان لو علمت لو علمت أمتي ولو علم الأزواج ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. صحيح، والكلام الكلام على كل حاجة، احنا لازم نفهم أنوار حضرة النبي بشكل في كل المجالات. طيب حضرة النبي بين أن في ناس صاموا عما أحل الله وأفطروا عما حرم الله لما قعدوا يختابوا. أنا شايف كان عندنا الإمام علي بن المديني كان يعمل إيه؟ يروح يتوضأ لو حصل حاجة اسمها الغيبة الباطنة. أنا عايز أقول للزوجة بلاش تختبي جزءك في باطنك، لأن في أئمة كانوا بيعتبروا إن دي جريمة. يعني إيه اللي حاصل؟ توقفي عندها، توقفي عندها، لأن دوت ممكن مش هقول لك ينقض صيامك لكن ينقض صيام قلبك، الوصل اللي بينك وبين ربنا. الفطار على النكد، الفطار على النكد والله ده حاجة لطيفة جدا. ناس تفطر على بلح، ناس تفطر على شوربة لسان عصفور، انما واحد يفطر على النكد، اما هو ينكد عليه هي تنكد عليه. بيبقى يعني الفطار على النكد، الفطار على النكد ده معروف، يعني حاجة معروفة ومعروف اسبابها. الفطار على النكد بيبقى حاجة معروفة اصلا. حد من الزملاء بيقول لي خناقات قبل الفطار على طول دي. لا خناقات قبل الفطار وخناقات بعد الفطار مباشرة. او اللي هو الفطار على النكد يعني. هو اسمه الفطار على النكد، وانا شايف المصطلح ده لطيف. احنا لما فاكر حضرتك ان احنا قلنا النكد ثلاث حاجات. كتر الانتقاد وكتر اللوم وكتر الشكوى. هو بيعمل ايه؟ هم عندهم مفهوم خاطئ، يعني ان احنا مش عايزين نضيع صيامنا. الستات؟ الستات والرجالة. الستات والرجالة. عشان بس ايه الستات والرجالة؟ اصل هم دي فهمت. الستات والرجالة. ايه اللي حصل؟ فمش عايزين نضيع صيامنا فنأجل النكد على ايه؟ على الفطار. انا عايز اقول لهم. ايوه. عايز اقول بس انا عايز اخوفهم. خلينا نأجل النكد على الفطار، خليه على الفطار واحنا بنفطر. عايز اقول لحضرتك. فطرنا خلاص بقى لنكد. خلي بالكم ان الفطار على النكد الثاني. ان الصائم له دعوه مستجابه. أيوة. فاتاكد أيوة. عليه ممكن يدعي. حلو قوي. هطلع فاصل ونشوف الدعوه المستجابه على النكد اللي ساعه الفطار وتبقى مستجابه بقى بعد الفاصل. ارجوكم خليكم معانا. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. تجمع في شهر رمضان على مائدة رمضان مع الأسرة عموما ده بيساعد على نزع المشاكل ما بين الزوج والزوجة. طبعا ده بيخليهم ان هم يتشاركوا مع بعض، يتفهموا ويتعرفوا على مشاكل بعض. لو في عندهم نقط ضعف ممكن ان هم يبتدوا يركزوا عليها ويقووها. طبعا ده بيبقى مش على الزوج والزوجة بس، يعني ده ممكن يبقى على الأسرة بشكل عام. يعني لو الأب قعد مع أولاده والأم والأخوات بيتجمعوا والقرايب، كل دي طبعا بتكون حاجات إيجابية بتضيف لنا. يعني هي أصلا المناسبة جعلها ربنا سبحانه وتعالى المولى عز وجل عشان تجتمع فيها الأسر كلها وللتصالح والتسامح. هو شهر كريم وفضيل لما بيتجمعوا على سفرة واحدة عامة بينسوا كل ده، يعني كفاية ان هم أصلا قاعدين مع بعض. وبعدين تجمع رمضان ده اصلا حلو قوي، لما يكون في بينهم مشاكل او في حاجه زي كده مش هتبقى حلوه القعده اصلا، فلما بيقعدوا بينسوا كل ده. ايوه انا شايفه ان هي فرصه كبيره قوي ان هي تنزع الخلافات بين كل الاسر، بين اي حد يعني، بين حتى لو صحاب او اي حاجه، خصوصا لما هما يتجمعوا او كل واحد مثلا يصفي برضه يصفي اللي في قلبه اتجاه التاني. شايفه مفيش فرصه اكبر من كده، لو حد زعلان من حد حتى يروح يصالحه يقول له اي حاجه، وحتى لو هما مثلا يتجمعوا ياكلوا مع بعض او كده، مع التجمع كل واحد هيقول اللي في نفسه وكل واحد هيصفى للتاني. بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة، كل الناس بتبقى قريبة من بعضها،
بيبقى جو رمضان اصلا بيختلف عن السنه كلها. طبعا في عزومات، في ناس بتشوف بعضها، كفايه القران اللي بيبقى موجود في البيت والطقوس اللي بتتعمل سواء في السحور او في الفطار. رمضان بيبقى فرصه ان الناس تتجمع وكده، نتجمع على الاكل، نتجمع على الفطار، كل واحد بيساعد في حاجه، زوج والزوجه بيتجمعوا على الفطار، بيتجمعوا على السحور، على مائده الافطار عامه، اللي هما بيبقى فيه ترابط اجتماعي بين الزوج والزوجة. هل تدخل الحمى عموما للراجل او للست ده ممكن يعني يكون سبب في نزع خلافات بان هي يعني تقرب او توضح سوء التفاهم؟ بصي، هو رأيي الشخصي ان 90% من تدخل الحموات بيؤدي المشاكل، هو مش بينزع مشاكل. الزوج والزوجة باب مقفول، يعني ولا الام ولا الحمى ممكن يدخلوا في حاجات معينة، بس مش في كل الاسرار ومش في كل المواضيع بصراحه. زوج والزوجه دول بينهم وبين بعض مشاكل، يبقى يعني ازاي ما فيش رمضان ولا في عيل ولا في اي حاجه. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في امان. طيب يعني الروحانيات والجمال وشهر الصوم والصيام الزوجي، الصيام الزواجي. الصيام الزواجي انت فهمتها زي ما انا فهمتها؟ انا فهمتها بالشكل السلبي للكلمه اللي ممكن تفهم، ولكن في الحقيقه دكتور عمرو عبر عنها بشكل رائع. احنا بنقول للناس بلاش تصوموا ان انتوا تكلموا بعض، يعني ما تقولش ما تتكلميش معايا دلوقتي انا صايم ومتعصب ومش طايق نفسي، وهي تقول له انا صايمه ومضغوطه وبعمل الفطار. لا، ده حاجه سلبيه بتعود على الاسره بشكل محتاجين في مشاكل. نرحم بعض شويه، يعني الزوج يرحم زوجته اللي ما بين الشغل والولاد والبيت والسحور، لا وفي رحمه خاصه والفطار وفي رمضان والعكس كمان. لا وفي رمضان رحمه خاصه. يعني رمضان ليه او اوله رحمه؟ لان الناس بتغير من عوائدها، فلازم نكون عاونا على بعض. ما ينفعش ان واحده جوزها بيبطل سجاير في نهار رمضان وما تكونش عاونه دي، وما ينفعش ان واحده ما تكونش مثلا عندها شكل في الاكل فبتمتنع عنه فهو ما يدعمهاش. فلازم ان احنا نرحم بعض بان احنا نساعد بعض على تغيير عوائدنا في رمضان. انا بشوف كمان يا دكتور عمرو مع الرحمه يبقى فيه اللطف. اللطف لو اتوجد بين الزوجين وما بين الاب والام والاطفال كمان، الحياه نفسها هيبقى طعمها وشكلها مختلف بشكل كامل. اللطف بيشتمل على اكتر من حاجه بتتعمل. اول حاجه ان انا بحس باللي قدامي ده هو في ايه دلوقتي، فمجرد ما انا حسيت بيه وحطيت نفسي مكانه، بدات مش ان انا حاسس بيك وخلاص وبسيبه وبمشي، لا ده انا ببدا اقوم معاه واخد معاه خطوه، بطبطب عليه بالكلام حتى في وقت من الاوقات لو هو انفعل انا تغافل وعدي وبنزق المركب مع بعض، وبعد كده بندعم ده كمان مع بعض قدام الولاد. اللطف كمان طول الوقت ان احنا مع قرايبنا، ودي نقطه مهمه جدا. يوم ما نتكلم على بعض قدام قرايبنا قدام الناس، اشكر في مراتي في الدور اللي هي بتقوم بيه، في تربيه الولاد، في المجهود اللي هي بتعمله. حضرتك مش متخيل الواقع ده على الزوجه بيبقى عامل ازاي من محبتها لجوزها بعد كده، لما يبقى قاعد مع اهلها او مع اهله مثلا ويتكلم عليها قدامها او حتى مش قدامها بشكل كويس ويدعم فيها. والعكس صحيح كمان مع الاولاد، لما نتكلم عن اولادنا طول الوقت بشكل كويس ونحاول نبرز صورهم بشكل كويس ده امر عظيم. انما فكره ان احنا لما نتجمع فنبدا ان احنا اما نسخر من بعض او نبدا ان احنا نشتكي من بعض قدام الناس ونبدا ان احنا نازلين متضايقين او متخانقين، دي حاجه سلبيه جدا. نحاول كمان ان احنا نصوم عنها، نحاول ان احنا نبعدها عننا ونتعامل مع بعض بلطف. وانا بشوف ان اللطف هو البنيه الاساسيه للود ما بين الزوجين، وهو اللي بيدعم العلاقه. فلو الزوج لطيف والزوجه لطيفه، انا اعتقد ان هم يقدروا يعيشوا في بيت كله تواد وتراحم. يعني جميل فكره الناس تبقى لطيفه مع بعضها خصوصا في اوقات الصيام. انا عندي شويه ان ثلاثيه رمضان، اصلا عايز اتكلم عن ثلاثيه رمضان اللي هو الرحمه والمغفره والعتق من النيران. احنا عندنا الحب ثلاث حاجات: الاهتمام والاحترام والتقدير. انا شايف ان الاهتمام ده رحمه، رحمه من التجاهل ورحمه من التعنت. فاحنا يا ريت في رمضان بدل ما نقعد نتسول ونعمل نفسنا محتارين نرحم مين؟ نرحم اللي اذونا. ارحم اللي احسنوا ليك اولا، فارحم زوجتك واهتم بيها. تعالوا نتفق كده، انت عايز تبقى من اهل الصيام الزواجي وتحصل ثواب فانه لي وانا اجزي به، تعالى صم عن التجاهل، صومي عن التجاهل. بلاش حكايه العناد، بلاش حكايه بدل ما تهتم بيه تعنديه، لان انت تخففتي من الاعباء اللي ممكن تخليكي كده. انت دلوقتي معاكي مدد زائد، مدد عظيم، مدد رمضان ده مدد
الناس بتغير فيها عاداتهم وبتغير فيها حياتهم كلها. فعشان كده غيري ده، ارحمي من التجاهل ومن الانتقاد. تاني حاجة أوسطه مغفرة. المغفرة بالضبط كده فيها احترام، ان انت تحترم انسانية الانسان وانه عبد لله وتغفر له. تغفر له، انا عينا بقول حاجة مهمة جدا، انا لما تيجي المرأة او الرجل يبصوا لكل الخلافات اللي بينهم وبين ازواجهم، تلات اربع الخلافات اللي بيننا عبارة عن اختلاف وجهات نظر. فانت عايز تستغفر ربنا، استغفر ربنا بانك انت تتجاوز عن كل الخلافات اللي بينك وبين حد تاني، لان دايما بتبقى المعادلة هل جزاء الاحسان الا الاحسان. على فكرة هي راحة وجاية، هل جزاء الاحسان من الله الا ان تحسن الى الله، وكذلك هل جزاء الاحسان منك الا ان يحسن الله اليك. فانت لو عايز ربنا يغفر لك اطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى بمحو التراكمات دي، امح التراكمات دي، استغفر لبعضها وتعدي. انا شايف ان اول حاجة اول حاجة انك تفهم ان التراكمات دي، لو ان انت شايف ان التراكمات دي مستحيل تمحى، طب انت بتطلب من الله ان هو يغفر لك التراكمات ليه؟ فيجي واحد يقول لي اصلا انا مش ربنا. بس ربنا امرك بهذه العبادة الاستغفار، وامرك كمان ان انت تتجاوز على الناس. ده سيدنا ابو بكر لما حصل ان مصطح عمل معاه كده، الله سبحانه وتعالى قال الا تحبون ان يغفر الله لكم. يعني ايه اللي حاصل؟ ان المغفرة مرتبطة بان احنا نغفر للناس ونسامح الناس. صحيح. فاول شيء، ولذلك ايه اللي حصل؟ اقربون اولى بالمعروف، ابدا بنفسك ثم من ينيك. فانت لو عايز ربنا يغفر لك شيء المغفرة، خلي المغفرة بكل منتجاتها. اصلي المغفرة ليها تجليات، المغفرة بكل تجلياتها موجودة في البيت. انا احب جدا ان الاولاد يشوفوا الاباء ويشوفوا الامهات وهم بيتسامحوا وهم بيغفروا. يا سلام لو كده ليلة الصيام يوم الجمعة كده بالليل والناس بتتسحر، كل اللي في الأسرة يقولوا أنا مسامحك، وخاصة دليلة النظر. دليلة النظر ويقولها بصدق، ربنا ينظر إليهم طبعا. وخلي بالك، خلي بالك، خلي بال حضرتك، اللي بيوقف دائما المغفرة واللي بيوقف في القبول حاجة مهمة جدا، التشاحن. فاكر ليلة القدر؟ ايوه، ليلة القدر كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج يقول للناس الليلة هتبقى، فلقى اتنين بيتشاحنوا بيتلاحيا فخلاص. فإذا احنا لازم نعرف ان التشاحن ده، عارف حضرتك التشاحن ليه؟ لان التشاحن دوت عبارة عن حجاب للقلب. اكيد. فاللي أكيد مش مستعد ان قلبه ينور خلاص. ما انا بقول لحضرتك احنا داخلين على الشهر، كل واحد فينا بيدعي ربنا، طب هيدعي ازاي وقلبه يبقى صافي ازاي وهو مشغول بالخناقه اللي هو سايبها في البيت؟ مشغول لا يشغل. عندنا قاعده، عندنا قاعده في اصول، عندنا قاعده في اصول الفقه بتقول لك المشغول لا يشغل، قاعده فقهيه بتقول ان المشغول لا يشغل. فالواحد اللي قلبه مشغول بالحقد والغل هينشغل ازاي؟ بان هو اصلا، تعالى نقول كده ان الصيام الزواجي بيعلمنا حاجه اسمها الافتقار، الافتقار الى الله، ولازم يبقى فيه افتقار زواجي. من الافتقار الزواجي ان اتيقن بان الله قد جعل زوجي لكي افتقر اليه، فانا محتاج لزوجي وهي كمان محتاجه ليا. فالافتقار دوت اهم حاجه فيه، ان تحسسنا باهميه ونعمه كل واحد فينا للتاني. عظيم عظيم. يفتقروا ازاي؟ احنا عايزين مهم ان هم يفتقروا البعض، يعني بالظبط يفتقروا، واحنا خلينا هم يفتقروا ربنا وهم وسيله للافتقار لله سبحانه وتعالى. الافتقار والاحتياج ده هدف مهم. يعني المفهوم ده انا اسف جدا يا زندوق، بتصيغوه ازاي مثلا في برنامج مواد؟ في مراعاه الطرف الاخر وفكره ان انت بتقدرها وبتحترمها، اللي الشباب بيقولوها باللغه العاميه انا بتقي ربنا في مراتي. بتقي ربنا في مراتي دي كلمه بسيطه ولكن فحواها واسع جدا. فكرة ان انا بحس بيها، بقدرها، بقيمها، بشاركها، ما بتكلمش عليها بشكل مش كويس، كل الصفات الايجابية اللي انت بتعملها للطرف الاخر. ويمكن دكتور عمرو حضرتك تصحح لي، اي حاجة حلوة انا بعملها لحد، لوالدي او لوالدتي او لزوجتي او لابنائي، اعتقد ان انا كمان بؤجر عليها من ربنا عز وجل. فاحنا بنقول للناس كمان خلي عندكم اتساق مع نفسكم، وان رمضان قبل الفطار هو هو رمضان بعد الفطار، وان سلوكياتك كانسان المفروض ما تبقاش في وقت واحد وفي لحظة همة وبعد كده تبدأ أنها تتلاشى وتبدأ تاني ترجع للعنف والمشاكل. فكرة القوة عندك أن أنت إزاي طول الوقت تبقى بتهذب نفسك بنفسك وبتقوي علاقتك بنفسك
عشان علاقتك باللي حواليك تبقى كويس. نصيحه نصيحه كمان توجهها للناس. للاسف بعض الناس بتشوف ان انا مش قادر اقوم النهارده اروح الشغل، مش قادر النهارده نخرج، خليها بعد العيد. بعد العيد لا، رمضان كمان شهر العمل، فرصه انك ده بعد رمضان دايما كل حاجه بعد رمضان. رمضان بعد رمضان نتقابل، بعد رمضان نشوف. لا ده هو دي فرصه ان انت تبدا تعيد حساباتك مره تانية، فرصه ان انت يبقى عندك مصداقيه مع نفسك ومع اللي حواليك، فرصه ان انت تمد اواصر الرحمه ما بينك وما بين اسرتك وما بين اسره مراتك. وكل ما بتدعم علاقتك باسره مراتك كل ما انت بتبني كيان سوي. فرصه كمان ان انت تبقى تعيش جو من الروحانيات في الاسره بشكل كويس. فرصه كمان ان انت تبقى انسان منتج بشكل مفيد. وانا هنا بتكلم عن الانتاج بنوعيه، انتاج المشاعر تعبر طول الوقت عن شعورك، وكمان انتاج في المجتمع ان انت تبقى انسان منتج ومفيد ومثمر. يعني اكيد اكيد ربنا يبارك في حضرتك. يعني في دكتور عمرو نصيحه حضرتك توجهها للزملاء. رمضان مش شهر الضغوط، مش رمضان شهر المدد. فخد كل شيء مش قادر تعمله ولا تصلحه ما بينك وبين زوجتك ولا بينك وبين زوجك على شهر رمضان، هتحس ان انتوا عندكم مدد كبير فيه. وعشان كده بقول دايما ان رمضان شهر افضل حاجه بتتحقق فيه الامان وكمان الاحتواء. رمضان شهر مفتوح مليان على الاحتواء. وتذكروا ان رمضان مفتوح على ابواب الجنه، وابواب الجنه اكتر حاجه فيها ان اللي بيدخل بيكون امن. رمضان شهر امان، فمحدش هيخرج من رمضان وفاهم يعني ايه رمضان الا اذا امن من حوله، والا اذا كان نعمه من نعم ربنا على اللي حواليه. فعيشوا المدد. ان لله في ايام دهركم لنفحات، في نفحات زواجيه في رمضان وهي نفحات القدره على التغيير. فخدوا نيه ان انتوا تغيروا، واعلموا ان الله سبحانه وتعالى قال فانه لي، فاذا كنت انت لله فكل ما صعب عليك سيسهل الله في تغييرك. ممكن كمان اقول حاجه؟ اتفضل. معلش اتفضل. فرصه كمان ان احنا ناخد ولادنا ننزل بيهم ونعمل معاهم عمل خير، نبدا ان احنا نروح نحس بالناس ونساعد الناس اللي حوالينا. ده كمان من اكتر الحاجات اللي بتعزز الصفات الايجابيه في اولادنا وتساعدهم ان هم يبقوا ناس ايجابيين في المجتمع. انا سعيد بوجودي مع حضراتكم. كل سنه وحضراتكم طيبين. استاذ ممدوح المصري كل سنه وحضرتك طيب. دكتور عمرو وداني كل سنه طيب. وحضرتك طيب. ونلتقي في اللقاء الجميل ده بعد رمضان ان شاء الله. بعد رمضان ان شاء الله. ان شاء الله بعد العيد نلتقي على خير. وكل سنه وحضراتكم طيبين يا رب. وان شاء الله ينعاد زي الايام دي على حضراتكم بالخير واليمن والبركات، وهتصبح على خير. الى اللقاء.